ظهر بشكل جيد في اللقاءين اللي فاتوا، انما ضربه البدايه مع نادي الزمالك وادي محمد عواد الحارس الشاب اللي بيلعب على حساب محمد صبحي، وقلنا الظروف متشابهه في حراسه المرمى النهارده. هنبدا مع بعض احداث الشوط الاول. ابراهيم نور الدين وصافره البدايه، تروح الكره في الجبهه الشمال عند محمد عبد الشافي، لقاءات الاسماعيلي والزمالك. طبعا كل الجمهور اللي بيتابع عارف النديه والاثاره، والنهارده بنقول عليها قمه ساخنه في ليله شتاء، انما الجو جميل والله النهارده. محمد عبد الشافي يلعب رميه التماس، لسه ما حدش قرب منه بينادي على حد من زمايله. نادي الزمالك كان باي الاسبوع اللي فات، يعني ما لعبش لان المجموعه 11، كل اسبوع فرقه بتريح. النادي الاهلي تاجل لقائه في المجموعه الاولى مع نادي الداخليه. النهارده كان في لقاءات الساعه 2 من لقاءات المجموعه الثانيه، هقول لحضراتكم اللقاءات انما النتيجه كنا خلاص بقى هنبدا نحضر للقاء نادي الزمالك، ما تابعناش النتائج، هنعرفها مع استاد النيل. ترجع الكره من نور السيد في المنطقه الدفاعيه على طول، صلاح سليمان بيستلم من فتح الله، مثبت التشكيله الكابتن حلمي طولان في المناطق الدفاعيه، سواء صلاح سليمان او محمود فتح الله، والجبهتين اليمين والشمال، غياب حازم امام برضه من الجبهه اليمين. الورقه المهمه والمؤثره مع نادي الزمالك خلال مشواره في الكاس وظهوره بشكل جيد مع المنتخب الوطني في الفتره القصيره اللي تواجد فيها. نقلتين كريم مسعد برجله الشمال حلوه من مره واحده، انما ما يلحقهاش زيكا تطلع بره الملعب. مدينا ظهره محمد زيكا اللي جه من نادي المقاولين العرب، وواحد من الاوراق الهجوميه اللي تقدر تديك شكل وخطوره وشراسه في ال 30 متر اللي قدام محمد زيكا. هنشوف النهارده في لقاء مهم امام نادي الزمالك هيعمل ايه. تملي لقاءات الفريقين، محدش يتوقع النتيجه حتى لو كانت الفوارق في الارقام والنقاط قبل المواجهه. رجع تاني زيكا في اخر 30 متر، كابتن احمد العجوز اهو بيديله ان هو يبدا من تحت، ونزل قرب قوي من كريم مسعد، يبقى ده شكلهم في المنطقه الاماميه. جون انطوي وهيتحرك زيكا، ادي التمريره الاماميه، ممكن الاقتحام، انما برافو يا ولد يا لعيب على التغطيه في منتهى الجمال. محمد عبد الشافي قطع حلو قوي من الجنب الشمال اللي بيشتغل فيه، ودخل في تحرك تكتيكي نموذجي في اللعبه اللي فاتت. نقلتين تاني النادي الاسماعيلي، جون انطوي الخطير اللي كل مدافعي نادي الزمالك قبل المواجهه عاملين حسابه، انما اول دقيقتين من البدايه تعادل بدون اهداف. النهارده كانت لقاءات المصري وادي دجله، القناه وحرس الحدود، تليفونات بني سويف، طلائع الجيش، بتروجيت، الاعاده قدامنا في الفاول اللي خده سمير بتروجيت والمنيا، ولقائنا اللي بنتابعه الزمالك والاسماعيلي، اتحاد الشرطه باي من المجموعه الثانيه. تتلعب في المنطقه الاماميه عند احمد جعفر. احمد عيد عبد الملك كان بيلعب اللقاءين او اللقاء اللي فات، هم اسبوعين الزمالك لعب لقاء وحيد امام النادي المصري في افتتاحيه الموسم. مؤمن زكريا اللي هيتحرك لقدام، موجود محمد ابراهيم في التشكيله بيبدا اهو بعد ما غاب عبد الملك. انما بره الملعب ابراهيم نور الدين قريب، ومحمد ابراهيم اللي لسه بنتكلم عليه كان ضغط عليه صالح موسى في الجبهه اليمين، احد دعائم النادي الاسماعيلي الدفاعيه اللي جاي لهم من نادي الداخليه. صالح موسى كان ليه موقف شهير مع حازم امام لاعب نادي الزمالك، انما لما كان بقميص الداخليه صالح موسى والاثنين كانوا اتطردوا في المباراه. موجود صالح موسى بفانيله النادي الاسماعيلي، وغايب حازم امام من نادي الزمالك. بره الملعب رامي التماس، مقدمه معتاده للكره المصريه، اول خمس دقائق بنقول تملي ما بيبقاش فيه مجازفه في الاندفاع لقدام، رغم ان الفرقتين عارفين بعض كويس. في بدايه الموسم بقالنا كتير غايبين، اول ثلاث اسابيع ملعوبه كوره قدام ال 18، ممكن ينطلق عمر جابر، الخطوره خطيره، انما يطلع برافو عواد في ال 3 متر او ال 6 متر الاخرانيين كده يطلع وياخدها. حارس مرمى شكله كويس تحت الثلاث خشبات، بيقول النهارده تصريح لي قبل اللقاء ان ممكن تبقى بدايته او الاستمرار في حراسه المرمى، رغم ان هو لعب اللقاءات اللي فاتت من البدايه في ظل غياب واصابه محمد صبحي اللي متواجد بيتابع المباراه من مقصوره ملعب استاد القاهره. فاول احمد توفيق اللي هيلعب ديفينتر جنب نور السيد، الاثنين اللي بيقابلوا دفاعيا قبل ما يروح لعيبه النادي الاسماعيلي القدام، انما وقع على الارض، خد الثقه توفيق من كتر اللعب رغم توقف المسابقه مرتين، انما بدا يحط رجله كاساسي سواء في بطوله كاس مصر اللي نادي الزمالك يحمل لقبها صلاح سليمان، او الدوري اللي اتلغى في اخر اسبوع الموسم الماضي. محمود جنش لقدام اماميه هو اللي يبدا الهجمه، محمد عبد الشافي من الجبهه الشمال على الارض، حلوه يا ولد يا لعيب، المساحه فاضيه، محمد ابراهيم الانطلاقه اللي هيعمل خطوره خطيره خطيره خطيره، برافو يا ولد يا عواد، اختبارين كويسين قوي لمحمد عواد يدوله الثقه مع البدايه. مره كانت الكره قريبه في الستة متر، وادي محمد ابراهيم اللي عمل مشوار حلو قوي في الاعاده، بتتعاد هي اللعبه قدامنا محمد ابراهيم، وفتح كويس قوي
انما يطلع محمد عواد قافل المرمى في منتهى الجمال والروعه، واول هجمه تحس ان فيها الخطوره في اللقاء عن طريق محمد ابراهيم اللي النهارده هيكون برضو زي ما اتكلمنا على زيكا في الجبهه الشمال للنادي الاسماعيلي، هيكون ليه دور محمد ابراهيم من الجبهه اليسرى لنادي الزمالك. بكعبه حلوه يا ولد يا عمرو يا سولية عند صالح موسى اللي طالع بجرأة لقدام، انما رجع لورا نور السيد اشتغل دفاعيا بشكل طيب مع محمد عبد الشافي وياخد منها بذكاء رمي التماس خبطت في صالح موسى اللي عمل مشوار كويس قوي وصل لحدود ال 18 من الجنب. محمد عبد الشافي الاسماعيلي فاز 2-1 3-1 اول اسبوعين، يعني عنده قدرات تهديفيه، 5 تجوان 4 تجوان للغاني جون انطوي اللي بيلعب في المناطق الهجوميه. محمد عبد الشافي نور السيد عاوز يعكس اتجاه اللعب انما ما توصلش في الجبهه اليمين اللي كان طالع ومتقدم ورايح فيها مؤمن زكريا على حدود ال 18. نادي الاسماعيلي بيحاول يعمل الهجمات المرتده السريعه بتاعته اللي بيجيدها، انما مقطوعه تاني عند احمد سمير في الجنب اليمين، رجع مؤمن زكريا لورا يسندها على صلاح سليمان لنور السيد. البدايه المحوريه وادي على طول الاماميه عند محمد ابراهيم، اول ما لعيبه نادي الزمالك من وسط الملعب بيمسكوا الكره بيبداوا يبصوا وينشنوا لقدام عند محمد ابراهيم في الجبهه الشمال، انما الهجمات المرتده هتبقى في منتهى الخطوره. زيكا وال18 جون انطوي ادي اللي طلع الراجل كانه طالع من تحت الارض، جون انطوي دخل لجوه زيكا حلو قوي في الجبهه الشمال، وجون انطوي بيقتحم ويلف من ورا مدافعي نادي الزمالك عشان يتواجد في مكان مثالي، ما كانش متسلل ولا حاجه لانه كان جاي وضارب المدافعين. ادي اللعبه اهي والحكايه من اولها، زيكا والانطلاقه من جون انطوي، انما برافو محمود فتح الله في الثواني الاخيره يقفل كده وكان عايز منها ضربه ركنيه. المره الثالثه الاعاده زيكا وادي جون انطوي، وهتبقى نفس طريقه لعب نادي الزمالك، محمد ابراهيم اللي هيبدا يقتحم برضه من الجبهه الشمال، واحمد جعفر لغايه دلوقتي ما شفناهوش في المناطق الاماميه لان اللعبتين محمد ابراهيم هو اللي راح واقتحم بيهم. ادي ايمن دجيش المساعد الدولي، كان في احتفال في اتحاد الكوره بتسليم الشاره الدوليه للحكام بقى في 2014، منهم ايمن دجيش المساعد الدولي وابراهيم نور الدين اللي موجود مع محمود عاشور ومحمود البنا ومحمد معروف، المجموعه كلها ومحمد فاروق. دي مش عايزين ننسى حد من المجموعه الدوليه لان هي ديت اللي بتحمل لواء التحكيم في القاره الافريقيه والدوري المحلي. ادي اللعبه عبد الحميد سامي ان شاء الله يتواجدوا لان الفتره اللي فاتت غاب التحكيم المصري بشكل ملحوظ قوي. كره تقف يا جماعه، كل حاجه الاحتراف يقف واللعيبه ما حدش يتفرج عليها والحكام هتحكم فين؟ عشان كده الاتحاد الافريقي ما شفناش حكامنا في لقاءات كبيره. يفتح الملعب كويس قوي الناحيه الثانيه محمود عبد العزيز عند صالح موسى يسندها لورا صالح، انما مقطوعه تترد تاني عند حسن عبد ربه الى محمود عبد العزيز، انما الكره في مساحه ضيقه لازم حد يبص ويرفع عينه ويفتح الملعب هنا او هنا، انما فاول ابراهيم نور الدين لعيبه النادي الاسماعيلي عاوزين فاول ليهم. محمود عبد العزيز اللي بيشارك من اول الموسم بشكل طيب وكان متولي كمان محمود متولي بيلعب جنبه، انما النهارده فضل الخبرات الكابتن احمد العجوز ودفع بعمرو السوليه اللي كان بيغيب عن اللقاءين اللي فاتوا سواء لقاء القناه او لقاء تليفونات بني سويف الاخير اللي فازوا بثلاثيه لعيبه النادي الاسماعيلي. محمود فتح الله اماميه بيلغي المرحله التحضيريه ويروح بيها على حدود ال 18، تمريره حلوه قوي يفتحوا الملعب في الجبهه اليمين، ادي مؤمن زكريا انما سهله المره دي لمحمد عواد. بدا رتم اللعب يبقى سريع شويه، نادي الزمالك بيحاول ان هو يروح على ال 18 ويغير طريقه اللعب بالاعتماد على الاماميه لمحمد ابراهيم، المره دي راح من الناحيه اليمين اللي موجود فيها مؤمن زكريا قدام احمد سمير، انما لغايه دلوقتي لعيبه النادي الاسماعيلي واقفين كويس في الملعب، راحوا مره وحيده عن طريق جون انطوي ومحمد زيكا. مقطوعه الكره زودها شويه كريم مسعد اللي دخل من الجنب الشمال رجع تاني على مكانه يقفل، عمر جابر هو اللي بيقرب. نور السيد كابتن حلمي طولان رغم تالق احمد علي واحد من هدافين الفريق في الفترة الأخيرة، إنما هو خلاص بقى يحطه جنبه على الدكة حتى في ظل غياب أحمد عيد عبد الملك بيفضل إن هو يلعب بفرود وحيد ومن تحته كلهم مصممين هجمات زي محمد إبراهيم. أدي التمريرة الأمامية عمر جابر هو اللي بيقتحم، إنما قدام ال 18 مقطوعة، نور السيد يردها لأحمد سمير اللي بيحاول يبدأ ينطلق لقدام دلوقتي ويظهر هجوميا على دفاعات النادي الإسماعيلي، رجع لورا زيكا اللي عاجبني في الارتداد الدفاعي رغم إن هو المفروض هيبقى موجود من قبل وسط الملعب ب 20 30 متر عشان أول ما تتقطع الكورة يبدأوا يشغلوه لقدام، إنما محمد زيكا بيرتد كويس لأن الجبهة اليمين فيها لعيبة كويسة في نادي الزمالك سواء مؤمن زكريا المهاجم من تحت أو أحمد سمير اللي بيجي من وراه.
هنلاقي كتير محمد زيكا بيرجع يساعد كريم مصعب. فاول ضربة حرة، ادي حسن عبد ربه فترة كان موجود دوريات العربية الدوري السعودي، عمرو السولية بيطمن عليك كابتن احمد العجوز، انما بنقرب تقريبا من 10 دقايق من بداية الشوط الاول، التعادل بدون اهداف في مواجهة قمة المجموعة الثانية، القمة المبكرة اللي قلنا بين نادي الزمالك والنادي الاسماعيلي. مؤمن زكريا، نور السيد هيبص الناحية الثانية عند ابراهيم كالعادة، انما التمريرة المرة دي جامدة قوي تروح لمحمد عواد اللي مسك كورتين كويسين تملي حارس المرمى، يبقى عاوز كورة ياخد بيها الثقة، حتى لو زميله رجع له الكورة وشاطها لقدام كده ياخد حساسية ال 18 واللقاء، انما مسك كورتين كويسين وطلع في وقت مناسب محمد عواد كان موجود مع منتخب الشباب الكابتن ربيع ياسين، ما كانش الحارس الاساسي انما برضه كان موجود مع حراس مرمى منتخب مصر اللي كان موجود فيه كريم مصعد حارس النادي الاهلي دلوقتي اللي جالهم من النادي الاسماعيلي. تمريره وحشه قوي ترجع من نور اللي عامل نشاط وحيويه في وسط ملعب نادي الزمالك، انما مفيش تاثير هجوم لغايه دلوقتي ولم يختبر محمود جنش، يبقى مفيش هجمات للنادي الاسماعيلي. الناحيه الثانيه هجمات نادي الزمالك لا تكتمل، واقفين كويس في المناطق الدفاعيه صالح موسى وسامع عبد الفضيل وعبد الحميد سامي في القلب، وكريم مسعد في الجبهه الشمال اللي قافل لغايه دلوقتي على احمد سمير ومؤمن زكريا. بره الملعب محمد زيكا بيتكلم، جاب اجوان مؤثره مع نادي المقاولين، انما خلاص من سجلات التاريخ الموسمين اللي فاتوا موسمين لم يكتملوا بالارقام، احنا في الموسم رقم 55 انما لعبنا 57 موسم وكان في مواسم تانية لم تكتمل فيها المسابقه ومواسم اتلغت من اولها. خلينا في الحاضر والمستقبل لقدام. مقطوعه الكوره بشكل كويس قوي، عاوز يرد لقدام محمود عبد العزيز، انما تتاخد من لعيبه نادي الزمالك محمد ابراهيم الى نور السيد، هيبص عند احمد سمير فعلا يعلقها له في المساحه الفاضيه بشكل كويس الى مؤمن زكريا اللي قافل عليه كريم مسعد. تاني موسم لكريم مسعد مع النادي الاسماعيلي، كان جاي لهم من نادي سكر الحومديه في الدرجه الثانيه، وتملي الدرجه الثانيه هو اللي بيفرغ دلوقتي ليه انديه الدوري الممتاز، بتجيب لعيب سعره حنين تقدر تدفع فيه مبلغ في ظل الظروف اللي موجوده دلوقتي اقتصاديا على كل المجالات مش الكوره بس. احمد سمير لسه ما حدش قرب منه، يلعبها سمير الى عمر جابر اللي بيحاول ينطلق يدور على مساحه يمشي منها، عنده السرعه ان هو يمشي بالكوره وتحت رجله بيعمل كنترول كويس، انما ياخد منها ضربه ركنيه. لغايه دلوقتي مقفلين بطريقه نموذجيه في المناطق الخلفيه للنادي الاسماعيلي، انما ضربه ركنيه في النهايه لنادي الزمالك. هو اللي عنده العقيده الهجوميه بيروح بيدور وبيحاول ان هم يخلقوا فرص على دفاعات النادي الاسماعيلي. محمد عواد بيظبط لعيبته جوه ال 18، احمد جعفر لسه ما قلناش اسمه، يعني عدينا تقريبا 13 دقيقة واحمد جعفر محدش وصل له الكرة لقدام، محمد عبد الشافي يعملها حلوة، مين اللي طالع بدماغه؟ صلاح سليمان وفتح الله، انما يطلعها الدفاع على جنب بشكل حلو. الناحية الثانية رجع لورا ابراهيم حسن اللاعب رقم 7 اللي كان راجع يعمل الشغل الدفاعي من وسط الملعب في الجبهة اليمين مع صالح موسى، محمد ابراهيم هو اللي هيلعب. محمد ابراهيم إلى محمد عبد الشافي ينقلها لأحمد توفيق، يرجع توفيق لورا الى محمود فتح الله، صلاح سليمان، كابتن حلمي طولان هو اللي في المنطقه الفنيه بيدي التعليمات. اخر لقاءين لعبوا فيهم كانوا برضو في المجموعه الثانيه الموسم اللي فات، فاز نادي الزمالك رايح جاي في اللقاءين 2-0 في الدور الاول كان محمد ابراهيم واحمد جعفر موجودين، والدور الثاني 2-1 برضو لنادي الزمالك رايح جاي، محمد ابراهيم يكرر التسجيل في نادي الاسماعيلي وكان معاه احمد حسن مدير المنتخب الوطني دلوقتي. على حدود ال 18 ممكن التمريره ما فيهاش تسلل، حلوه يا ولد يا لعيب التغطيه، حلوه البينيه وحلوه يا عبد الفضيل التغطيه اللي عملتها اللي فاتت، ادي محمد ابراهيم اللي بيتحرك بشكل كويس وهو اللي عامل النشاط في الوقت اللي احنا لعبناه على دفاعات النادي الاسماعيلي، انما بيقول له نتكلم وكان ممكن تتعمل افضل من كده، ادي الحكايه من اولها، محمد ابراهيم طمع فيها عشان يقطم، اتلم عليه لعيبه النادي الاسماعيلي وعلى طول بيسلمها بوش رجله عند مؤمن زكريا اللي حب يعمل معاها تخد، انما تغطيه اكتر من رائعه زي لعبه عبد الشافي اللي اتكلمنا عليها سامع عبد الفضيل، ينقذ كوره في منتهى الخطوره قدام مرمى محمد عواد. نقلتين تاني نادي الزمالك هو اللي ضاغط، هو اللي حاطط النادي الاسماعيلي اللي اضطر ينسحب تكتيكيا في ال 30 متر الاخيره قدام ال 18 لابراهيم، عاوز يعدي مشي التسديده انما بعيده، انما التجربه الاولى على المرمى محمد ابراهيم اللي بيسدد ويفتتح النهارده الشوتنج من خارج ال 18، عدى كويس
وفتح لنفسه سكه، انما في النهايه ضربه مرمى. من اللعيبه اللي موجودين سجلوا في لقاءات الفريقين عمرو السوليه ومحمد ابراهيم اللي اتكلمنا عليه في اللقاءات الاخيره، انما هداف الجيل لنادي الزمالك في العشر 11 موسم اللي فاتوا كان عبد الحليم علي اللي موجود في الجهاز الفني. شايف انا عمرو السوليه مش هيقدر يكمل، وفعلا زي ما قلت في البدايه ما لعبش اول لقاءين، هنشوف هيدفع بمين. الكابتن احمد العجوز اقرب واحد هو محمود متولي اللي كانت رجله في الملعب، وقلنا ان هو شارك في لقاء القناه وتليفونات بني سويف. صلاح سليمان بدماغه يردها في وسط الملعب، نور السيد مفيش حد من زمايله قريب ياخدها تاني، محمد زيكا اللي عاوز يعمل الشغل الفردي او يوصل لانطوي عند ال 18 عدى بيها بشكل كويس ويفتح الملعب. صالح موسى اللي طلع وزايد على حدود المنطقه، التسديده حب يعملها عرضيه جامده حد يلطشها، انما تروح سهله لمحمود جنش. محمود عبد الرحيم جنش يلعبها في الجبهه اليمين، احمد سمير محدش قرب منه، قال لك يعمل مشوار المساحه فاضيه والدنيا اتفتحت له لقدام، يرجعوا على عمر جابر الى نور السيد، تمريرات كتير خد وقت في المرحله التحضيريه، هيقدر لعيبه النادي الاسماعيلي ان هم يرجعوا لورا يرتدوا يقفوا بشكل مثالي. نقلتين، نور السيد هو الترمومتر، هو النقطه المحوريه، هو البدايه التحضيريه لنادي الزمالك. على الارض تاني ملعوبه حلوه، اتحرك كويس المره دي مؤمن زكريا اللي بيحاول ان هو يشغل الجبهه اليمين هجوميا، عمر جابر اي كلام لقدام، طلع محمد عواد حب يلعبها تشيب باص كده لاحمد جعفر، انما تعدي الكوره وتروح في الناحيه العكسيه. عمرو السوليه قدامنا لعيب جيد اثبت وجوده الثلاث مواسم الاربع مواسم الاخيره كمان، كان في المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول. نفس السيناريو احمد فتحي لما كان مع نادي الاسماعيلي، لعب منتخب شباب منتخب اولمبي منتخب اول في فتره قصيره، يعني وهو عنده 19 20 سنه كان بيلعب لمنتخبين او ثلاثه. نفس الشيء لعمرو السوليه وحسني عبد ربه، بنقول امثله كده عشان نقرب موضوع عمرو السوليه. على الارض نور السيد، فعلا محمود متولي هو اللي يستعد للنزول زي ما قلنا بالظبط. احمد سمير على الارض يلعبها لقدام عند محمد ابراهيم اللي دخل في العمق شويه وهرب من الجبهه الشمال بعد ما قفلوا عليه صالح موسى ورجع معاه ابراهيم حسن، بدا يدخل يقرب من احمد جعفر محمد ابراهيم ويضم لجوه، انما احمد توفيق نادي الزمالك تمريرات كتير، سيطره في منطقه الوسط، انما سيطره على مستوى الاداء الهجومي ما بيوصلوش بشكل مؤثر الا مرتين على فترات في الوقت اللي احنا لعبناه. 17 دقيقة عشاق ومتابعي شاشة النايل سبورت في كل مكان، تعادل بدون أهداف الإسماعيلي والزمالك، الزمالك والإسماعيلي على استاد القاهرة 23 شهر بالتمام والكمال. آخر لقاء كان هنا بالمصادفة لقاء الإسماعيلي والزمالك يوم الحادث الشهير للكرة المصرية، كان الكابتن حسن شحاتة هو المدير الفني لنادي الزمالك والكابتن صبري المنياوي هو المدير الفني للنادي الإسماعيلي، والاثنين خدوا قرار ان هم ما يكملوش المباراه، والحسن الطالع او القدر يرجع اللقاءات على استاد القاهره بلقاء الاسماعيلي والزمالك بدون ترتيب. اللقاء لغايه امبارح بالليل كان هيتلعب في الدفاع الجوي، انما جه في استاد القاهره عشان يتكتب التاريخ كده اللي احنا قلناه. ضربه حره نادي الزمالك اكتر من 35 متر، هيسددوا من هنا فتح الله ونور السيد، رجليهم تقيله، انما هنشوف القرار. فتح الله هو اللي هيلعب، يعملها في المرمى تخبط وتطلع، خطيره يا فتح الله حلوه، يعني انا قلت المسافه بعيده انما تخبط وتبعد عن مرمى محمد عواد اللي قدامنا، ادي اللعبه وادي فتح الله، وتيجي في الحائط البشري من حسني عبد ربه وتعدي، ياه مش ممكن في الاعاده، ايه يعني غيرت اتجاهها لانها خبطت وكان الراجل راح الناحيه الثانيه حارس المرمى، كانت ممكن مليمترات كان هيبقى جون رغم ان الكوره مش جامده. ضربه ركنيه لنادي الزمالك، هو اللي ليهم الضربات الركنيه والاكثر سيطره في الحته الهجوميه، تتعمل، طلع عواد، برافو يا ولد يا لعيب حط ايده كويس، وتطلع ضربه ركنيه من الناحيه الثانيه، طلع في وقت مناسب، لو عدت تبقى مشكله، انما يحط ايده فيها تروح ضربه ركنيه من الجبهه الشمال اللي فيها محمد ابراهيم وعبد الشافي. نادي الزمالك هو اللي ضاغط، الزمالك هو اللي بيهاجم، الزمالك الاقرب للتهديف، تتلعب على الايمن القريب، انما يطلع دفاع النادي الاسماعيلي، محمد ابراهيم هيلحقها قبل خط التماس، يردها تاني جوه ال 18، انما هتعدي جامده جامده على عمق ال 18، انما راحت خفيفه ما وصلتش بقى لبره ال 18، يعني لا راحت لاحمد جعفر ولا كانت جامده قوي يكمل فيها من الجنب اليمين مؤمن زكريا او احمد سمير اللي طالع، لا كده ولا كده.
لازم اللعيب ينشن ويدور بقى، لان لغايه دلوقتي بقرر ان احمد جعفر محدش من زمايله بيوصل له الكوره، هيضطر ينزل لتحت قوي عشان يجي المؤمن زكريا ومحمد ابراهيم صناع اللعب ويبداوا يلاقوه قدامهم. انما جعفر الشغل بتاعه في ال 18 متر الاخيره، لو نزل لتحت يفقد كتير من قوته الهجوميه. نقلتين ابراهيم حسن حلوه في الجنب اليمين، صالح موسى لسه ما حدش قرب منه، هيروح ابراهيم عشان يلعبها له. ادي ابراهيم حسن لف حوالين نفسه وهيرجع تاني، لعيب صغير ابراهيم 21 سنه قدام ال 18 ملعوبه. نور السيد يرجع لورا يعمل الشغل الدفاعي مع زمايله في المنطقه الخلفيه. احمد سمير من الجنب اليمين عاوز ينطلق لقدام، جاله مؤمن زكريا من لمسه واحده حلوه عمر جابر، انما يرجع جون انطوي يخطفها بشكل كويس. تاني الضغط من احمد توفيق بعد ما فقدوا الكوره، جابها تاني احمد توفيق ويلعبها عند محمد ابراهيم اللي بيدور عمر جابر الى محمد ابراهيم اللي خد رقم احمد عيد عبد الملك، حمل رقم 14 لان نجوم كبيره لبست الرقم ده بره الملعب، رمي التماس تخبط في احمد سمير وهي خارجه. احمد عيد عبد الملك ادي المقصوره الرئيسيه الدكتور كمال درويش مجلس اداره نادي الزمالك بالكامل، كابتن ايمن يونس، مستشار جلال ابراهيم رئيس نادي الزمالك الاسبق، استاذ احمد مرتضى منصور، مهندس رؤوف جاسر، لواء علاء مالد مدير عام نادي الزمالك. ضربه مرمى طبعا، الحضور اللي موجود اعضاء مجلس اداره الناديين والاعلاميين اللي بيغطوا من داخل الملعب، انما ضربه مرمى محمد عواد في لقاء لم يرتقي الى مرحله الجيد هجوميا، معظم اللعب في وسط الملعب، نادي الزمالك ليه السيطره، نادي الاسماعيلي ما ظهرش لغايه دلوقتي بالشكل اللي يرتضيه جهازه الفني الكابتن احمد العجوز او جماهيره اللي بتتابع معانا المباراه. بعد 21 دقيقه تقريبا من احداث الشوط الاول وما زالت النتيجه تعادل بدون اهداف، يلعبها صالح موسى، ابراهيم حسن هينطلق ويزيد لقدام، انما العدد قليل، الابيض اكتر فعلا. نور السيد لو عدينا 2 4 6 لو الكادر فتح 7 لعيبه من نادي الزمالك مقابل 3 فراوده، ده منطق الفراوده يبقوا قليلين. ادي الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني، نتمنى له التوفيق مع باقي المجموعه، الكابتن احمد حسن موجود معاه، وعلى فكره موزع الجهاز الفني على الملاعب يتابعوا المباريات، يعني موجود الكابتن عبد الستار صبري والكابتن اسامه نبيه بيتابعوا اللقاءات اللي اتلعبت النهارده الظهر، وموجود الكابتن علاء نبيل ايضا المدرب العام في لقاءات اخرى. تتلعب الكوره احمد جعفر، الكلام اللي قلناه نزل لتحت قوي عشان يلمس الكوره يبين ان هو متواجد، مؤمن زكريا، انما مين اللي هيبقى قدام ال 18؟ هيجي بقى اللي من وسط الملعب، ممكن ينزل لتحت، انما مين يروح قدام المنطقه يبدا يزيد؟ اقرب ناس هيبقى عمر جابر هيجي من العمق او نور السيد من تحته، ويفضل شويه احمد توفيق يشتغل دفاعيا عشان لو اتردت الكوره على المناطق الخلفيه لنادي الزمالك يشيلها لقدام. محمود متولي اللي نزل مكان عمرو السوليه، تبديل اضطراري مع اول ربع ساعه لنادي الاسماعيلي. اصابات برضو النهارده، غايب شوقي السعيد ومحمد صبحي، اثنين مؤثرين للقلعه الصفراء، القلعه البيضاء بقى والقلعه الصفراء، نرجع الاسامي تاني، بنحاول كمان احنا ندخل في المود بتاع الدوري، المعلقين زي اللعيبه زي الاعلاميين بتخرج من المنظومه فتره بترجع تاني بتلين، حتى بالامانه بنسال الجماهير بره بنشوف الانطباع، لسه ما حدش حس بالدوري قوي، انما برضو اللي موجود كويس من غير جماهير من غير جماهير لغايه ما ربنا يكرم. عمر جابر، احمد سمير، نور السيد، ثلاث نقلات نادي الاسماعيلي رد بكل فرقته ما عدا جون انطوي هو اللي قدام مع صلاح سليمان ومحمود فتح الله، وعاملين ستاره بشريه قدام ال 18 بيعدي بيها بيقتحم في الزحمه، ثلاث لعيبه تلموا في الجبهه اللي فيها محمد ابراهيم عشان يقفلوا عليه، انما يرجع بيها احمد توفيق لورا لفتح الله، بيبص لقدام محمود فتح الله على الارض يمشيها، بيحضروا براحتهم لعيبه نادي الزمالك، تمريرات كتير انما بدون جدوى في الناحيه الهجوميه ملعوبه. عمر جابر هرب وراح الناحيه الشمال، بيتحرك براحته على فكره عمر جابر، شويه بنشوفه عند احمد سمير يقرب كده من مؤمن واحمد سمير، او دلوقتي زي ما راح جنب مؤمن زكريا ومحمد عبد الشافي، كابتن حلمي طولان مديله حريه الحركه من وسط الملعب كورقه هجوميه يبقى مؤثر في المساحات الفاضيه، لو لعيبه النادي الاسماعيلي عملوا المان مع الاوراق النمطيه زي محمد ابراهيم ومؤمن زكريا يبدا يجي عمر جابر بقى يعمل الانطلاقات من تحت على محمد عواد. ملعوبه محمد ابراهيم، انما لسه المساحات، مؤمن زكريا مقفلين عليهم، مؤمن هيرجع تاني على وسط ملعبه، شوف لعيبه نادي الزمالك بعد ما وصلوا لل 18 رجعوا تاني وارتدوا نتيجه للتقفيل الدفاعي اللي عامله
صالح موسى وعبد الفضيل وعبد الحميد سامي وكريم مسعد، وبيجي لهم كمان محمود عبد العزيز من وسط الملعب ومتولي بعد نزوله. تتلعب الكرة في الجنب اليمين، صالح موسى على الارض يمشيها، بيحاول فيها ابراهيم حسن انما خد منها فاول. ابراهيم نور الدين ادى ضربه حره، ابراهيم حسن اللي قدامنا كان لعيب في اكاديميه المستقبل اللي كانت بتطلع لعيبه للانديه كلها. ابراهيم حسن كان قريب ان هو يروح نادي الزمالك على فكره، انما اتغيرت وجهته لنادي الاسماعيلي، موجود على دكه بدلاء نادي الاسماعيلي النهارده محمد مجدي وعصام علي وحمص ومحمد شريف جمال حسنين وحمد ومتولي اللي لعب مكان عمرو السوليه. تتلعب الكوره نما عبد الحميد سامي يشيلها لقدام، من الناحيه الثانيه صلاح سليمان يردها من قدام ال 18 لقدام ال 18 في الجنبين من صلاح سليمان اهو مدافع نادي الزمالك، حطها عند عبد الحميد سامي وعبد الفضيل قدام 18 نادي الاسماعيلي. كابتن ايمن يونس نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، مكسب لمجلس الاداره ما فيش شك، هو اللي قريب من اللعيبه يعرف يتحاور معاهم يكلمهم في الوقت ده كمان الوقت الصعب قوي، زي ما اتكلمنا على شيكابالا لازم النجوم تستحمل النادي. شيكابالا لعيب كبير انما ممكن كده الابن يعني زي ما بنقول مش هنقول ينحرف عن بيته، انما شيكابالا لازم يعرف ان النجم بيبقى تصرفاته واخلاقه، ونادي الزمالك هو بيته الكبير ولازم يستحمل، انما زي ما بقول ممكن الابن ما يستحملش ابوه شويه. هو ده اللي بيحصل دلوقتي قدام ال 18 نادي الاسماعيلي، ابراهيم حسن. انما شكل نادي الاسماعيلي في المنطقه الهجوميه مفيش حاجه تديك ايحاء بشغل معمول ان هم يروحوا على دفاعات نادي الزمالك او جمل تكتيكيه واضحه سواء من جون انطوي ومحمد زيكا الاثنين الاوراق الهجوميه الثابته واللي بيجوا من تحتهم ابراهيم حسن في الجبهه اليمين او الجبهه الشمال اللي بينطلق منها من تحت كريم مسعد ويقرب منه لعيبه الوسط رامي التماس محمد زيكا اللي مدينا ظهره صالح موسى وادي عمر جابر لاعب نادي الزمالك. ترجع الكره عند جنش، لم يختبر جنش يبقى مفيش تواجد هجومي لنادي الاسماعيلي في لقاء متوسط فنيا على اقل تقدير على مستوى الشراسه على كلا المرميين. تتلعب لقدام من وسط الملعب بدماغه محمود متولي، ياخدها تاني ويظبطها احمد توفيق عند محمد عبد الشافي، يروح له محمد ابراهيم يعملوا مثلث في الجنب الشمال انما يضغط عليه وتبقى رامي التماس. محمد ابراهيم وابراهيم حسن كان قريب منه اللي بيرتد في الجبهه اليمين زي ما اتكلمنا على زيكا في الجبهه الشمال اللي بيرجع مع كريم مسعد، انما نادي الزمالك رغم نسبه الاستحواذ الكبيره برضه الحته الاخيره مش قادرين ان هم يلعبوا من على الاطراف ويعملوا عرضيات بشكل كويس لجعفر ويبدا يستنى قدام المنطقه نور السيد او عمر جابر اللي يجوا من قلب الملعب. اجتهادات كلها فرديه من محمد ابراهيم في بدايه المباراه وبعد كده بقى لقاء سجال على طريقه الافلام الابيض واسود اللي تعرف فيها النهايه، الهجمه بتنتهي عند اقدام المدافعين سواء من هنا او هنا. محمد عبد الشافي قدام المنطقه دخل بيها لجوه المره دي كويسه، نور عايز اي مساحه يسدد نور السيد انما تتقطع الهجمه المرتده باربعه على ثلاثه ممكن تعمل خطوره، اربعه على اربعه اتبطئ فيها زودها خلاص راحت لازم من الاول، انما انطوي في منتهى الخطوره من زاويه ضيقه، انما انا قلت راحت قبل ما تروح لانطوي لان الراجل زودها وعمل انطلاقه لغايه ما وصل ال 18 محمود متولي. هنشوفها من الاول، هنشوف اللعبه ادي الانطلاقه وجون انطوي هو اللي خلق منها هجمه بالتواجد داخل ال 18 زي ما عمل مع لعبه زيكا اول خمس دقائق، راجل بيجتهد على كل كوره بيروح بشكل كويس، ادي جون انطوي للمره الثالثه من مكان صعب قوي يسددها انما بجوار القايم. هجمه النادي الاسماعيلي من برضه الاجتهاد الفردي قدام ال 18 احمد سمير بيزيد لقدام انما مقطوعه الكوره على الارض حلوه المره دي لجون انطوي اللي جه في الجبهه الشمال عاوز يمررها لقدام، غير وعمل تبديله مع محمد زيكا جوه الملعب، جه هو ناحيه زيكا ودخل زيكا في القلب قدام منطقه الجزاء انما هيرجع مكانه تاني جون انطوي. كريم مسعد لعيب غاني ماضي خمس مواسم مع النادي الاسماعيلي كان جاي لهم ب 350 ألف دولار، رقم مش كبير واستفاد بيه النادي الاسماعيلي في الفترات اللي لعب فيها انما كان معاهم لعيب افريقي باسكال انجان اللاعب البنيني من ساعه ما جابوه من 3 4 شهور ما شاركش رغم ان كان في لقاءات
كاس مصر اللي كان بيتولى فيها المهمه الكابتن شوقي غريب، انما الراجل ما حدش شافه كلاعب في اي لقاء رسمي للنادي الاسماعيلي، بس كال انجان اللاعب البنيني ياخدها تاني متولي يلعبها في القلب بشكل كويس، اماميه من محمود عبد العزيز قدام ال 18، التسديده حلوه، جول جول جول، ايه يا ابني الجمال ده، حلوه حلوه ابراهيم حسن، مش ممكن، فوقتنا وخضتنا، ايه يا ابني الجمال ده، تسديده ايه مدفع، حلوه حلوه ابراهيم حسن، رغم ان النادي الاسماعيلي غايب عن الهجمات، الكابتن حلمي طولان بيقول هو في ايه، انا اللي ماسك الكوره وانا اللي بروح وانا اللي بقرب، وابراهيم حسن يفاجئ كل اللي بيتابع سواء في الملعب او قدام الشاشه بتسديده في منتهى الجمال والروعه، واحد للنادي الاسماعيلي، ادي الحكايه والحدوته من اولها منين، يا نهار ابيض على ده جون، ايه يا ابني الجمال ده، واحد دون مقابل، النادي الاسماعيلي جون هيغير شكل المباراه تماما، تقريبا 30 دقيقة إبراهيم حسن هو اللي بيعمل البداية التهديفية بواحدة ولا في الأحلام، ما يحلمش إبراهيم حسن بالجون ده في مين، في نادي الزمالك، وادي جنش بيتفرج عليها زينا بالظبط، عايزالها يومين ثلاثة عشان يطلعها جنش دي، إنما كان طالع لقدام سنة زيادة محمود جنش، خبرة المباريات لحارس المرمى مهمة جدا يا جماعة، مهمة، مش لقاء ولا لقاءين عشان حارس المرمى يقف على رجليه. تتلعب الكرة تاني، انما هي صعبة، هي صعبة عشان ما نورطش الراجل محمود جنش، جون جميل جميل لابراهيم حسن على الارض ملعوبة، مؤمن زكريا، نادي الزمالك قلنا هو اللي بيسيطر، انما في وسط الملعب سيطرة وهمية في فترات كتير، هم اللي راحوا مرتين ثلاثة على مرمى عواد، انما المدافعين بيشتغلوا كويس قوي، عاجبني في عملية الرقابة والمان اللي عاملها في العمق عبد الفضيل مع عبد الحميد سامي، او الاطراف صالح موسى من الجبهة اليمين وكريم مسعد في الجنب الشمال، احمد سمير يلعبها على الارض لنادي الزمالك، انما لسه بدري قوي، عمر جابر عاوز يلعبها، محمد ابراهيم بينيه ضغطه تاني، تتلعب الكوره في الجبهه الشمال عند زيكا، عاوز ينطلق بيها لعيبه نادي الاسماعيلي، الجون ده هيرفع من روحهم المعنويه، لان هو ادائهم داخل المباراه كانوا بيشتغلوا دفاعيا بشكل كبير قوي، وفي الوقت اللي بيهاجم نادي الزمالك وجاله اكتر من ضربه ركنيه هم اللي قدروا يسجلوا. ادي الفاول اللي عمله محمود فتح الله مع محمد زيكا اللي هيبدا يشتغل الوقت الجاي. انما ضربه حره من مكان كويس قوي، ابراهيم نور الدين ماشي باللقاء مفيش اي مشاكل. الحكم الدولي محمود جنش بيوقف زمايله داخل ال 18 واحد النادي الاسماعيلي عن طريق ابراهيم حسن اللي بيحط اول اهدافه مع النادي الاسماعيلي امام نادي الزمالك كبير الكره المصريه مع النادي الاهلي. لعيبه يا جماعه بتحتفظ بالاجوان قدام الاهلي والزمالك، اهم حاجه في تاريخهم. حسني عبد ربه هيلعب الفاول، لسه ما حدش قرب منه، يلعبها في منتهى الخطوره انما يطلعها كويس قوي، صلاح سليمان واقع على الارض، هنشوف كده هو اللي دخل واشترك مع انطوي. صلاح سليمان فعلا اللي واقع، رايح يطمن عليه ابراهيم نور الدين، انما هنشوف الجون مره واثنين وثلاثه. الجون الجميل اللي جابه ابراهيم حسن، وقلت لحضراتكم ادي اللعبه وادي صلاح سليمان اللي دخل كويس قوي قبل جون انطوي، لو راحت لانطوي هيحطها بدماغه ما ترجعش منه دي. سليم الحمد لله صلاح سليمان، كان محمود فتح الله، ادي حازم امام بيتابع اللي غايب النهارده للاصابه، عبد الواحد السيد غايب، بنقول غيابات نادي الزمالك، ورحيل احمد عيد عبد الملك وشيكابالا اللي لسه مش عارف يحدد موقفه. احمد توفيق قدامنا، انما عبد الشافي هو اللي معاه الكوره، هنشوف الكابتن حلمي طولان اقل من 12 13 دقيقه هيعمل فيهم ايه مع الشوط الاول. كابتن احمد العجوز هيقدر يحافظ على الجون اللي جابه، انما وقت كبير ان هو يشتغل دفاعيا من دلوقتي، وهل هيستغل الاندفاع الهجومي للاعيبه نادي الزمالك يبدا يحرك اتنين ثلاثه بقى يعملوا سرعات وهجمات مرتده خطيره عن طريق بقى زيكا وجون انطوي، والناحيه الثانيه ابراهيم حسن اللي جاب الجون، انما كله كلام مننا، هنشوف هما يعملوا ايه داخل الملعب. توفيق على الارض عند محمد عبد الشافي، لسه ما حدش قرب منه، عبد الشافي يلعبها حلوه المره دي لمحمد ابراهيم، خلص الكوره بشكل كويس، ضغط عليه سامي اللي خرج من المناطق الدفاعيه من القلب، عاوز يلعب العرضيه محمد ابراهيم، انما تروح الكوره تاني ابراهيم حسن اللي رجع لورا فين لغايه التلت الاخير الدفاعي، ابراهيم قطعها تاني عمر جابر بشكل كويس، عمر جابر مشي بيها، انما لازم يسلم يوفر مجهود ويروح هو لقدام، قطم بيها ورجع على الناحيه العكسيه قدام ال 18، بداوا يغيرهم وضعيتهم الفنيه سواء محمد ابراهيم او عمر جابر ومؤمن زكريا قدام ال 18 عشان يعملوا دربكه لدفاعات النادي الاسماعيلي، انما لغايه دلوقتي واقفين على رجليهم، والتغطيه بشكل رائع من عبد الحميد سامي،
اتنين من مدافعي نادي الاسماعيلي لعبوا للداخليه وجم لنادي الدراويش زي عبد الحميد سامي وصالح موسى اللي بيلعب في الجبهه اليمين، ادي محمد عواد قدامنا حارس المرمى اللي خد الثقه مع اول لعبتين زي ما قلنا في البدايه، احمد سمير يلعبها قدام ال 18 يرجع بيها لورا احمد جعفر، نور السيد، نور لاحمد سمير، ثلاث نقلات حلوين قوي، ممكن العرضيه مؤمن زكريا انما مقفول عليه في المساحه الفاضيه كويسه، تسديده في منتهى الخطوره، خطيره خطيره اللي فاتت، حلوه يا ولد يا لعيب، عمر جابر زقها كده بسن الجزمه في منتهى الجمال والروعه وهو واقف، هنشوف عمر جابر ولا مين، كان فعلا عمر جابر، انما نور السيد هو اللي عمل اللعبه اللي فاتت دي وراجع على وسط ملعبه، انما التسديده برافو عواد واللي عملها فعلا عمر جابر، يا ولد يا عمر يا جابر لطشها، انما محمد عواد يا دوبك يشيلها كده عشان يشيل كوره في منتهى الخطوره، وادي اللعبه طلقه طلقه من ابراهيم حسن. الجون الوحيد للقاء لغايه دلوقتي 35 دقيقه 10 دقائق على نهايه الشوط الاول، تقدم للنادي الاسماعيلي، الزمالك كان افضل في فترات كتير انما من الناحيه الهجوميه ما قدرش يستثمر التواجد والضغط قدام منطقه جزاء النادي الاسماعيلي او الضربات الركنيه والكرات الثابته اللي جات له في الوقت اللي احنا لعبناه قدام ال 18 قبل احمد جعفر يشيلها عبد الحميد سامي، اتحرك كويس قوي حسن عبد ربه ويلعبها لقدام، احمد سمير ياخدها ويدخل في العمق يمشيها بشكل حلو عند مؤمن زكريا، مؤمن قطم ودخل للقلب انما محدش قرب منه، مقطوعه من النادي الاسماعيلي، محمد زيكا اللي بيدور على المساحات حلوه ملعوبه لقدام عند جون انطوي، بيشاكس انطوي مع كل لعبه سواء قريبه ليه او بعيده او كره ميته تماما، انما محمود فتح الله المره دي هو اللي يلعب باصرار، كابتن احمد العجوز اللي بيتولى الاداره الفنيه بعد رحيل الكابتن شوقي غريب، النهارده الكابتن شوقي غريب امبارح كان او الامس المدير الفني للاسماعيلي، النهارده بيتابع اللقاء كمدير فني للمنتخب الوطني. في وسط الملعب نور السيد بيبص لقدام انما يمشيها كويس المره دي نور، خلص احمد جعفر، جعفر الخطوره يبص ويلعب العرضيه جعفر حلوه انما مين مكمل بقى، ده اسمه كلام، حلوه العرضيه من جعفر انما ما حدش مكمل جوه ال 18، لازم جعفر اول ما يتحرك على الطرف يبدا اللعيبه زي ما اتكلمنا من ربع ساعه لعيبه الوسط المهاجمين او اللي بيجوا من القلب ان هم يتواجدوا في الاماكن المؤثره قدام محمد عواد، مش كويس قوي احمد جعفر وخلق هجمه كويسه لفرقته انما ما كانش حد مكمل يلعب بدماغه، يرد تاني دفاعات النادي الاسماعيلي اماميه انما عند صلاح سليمان، نور السيد سيطرة زملكاوية بيضاء في الوقت اللي فات حتى بعد ما تقدم النادي الاسماعيلي، احمد العجوز بيلعب متحفظ دفاعيا تماما ومستني الكرات الامامية والاعتماد على السرعات لزيكا وجون انطوي ومهارة ابراهيم حسن اللي بيجي له من وسط الملعب، مأمن الحتة اللي في القلب حسن عبد رب ومع محمود متولي اللي لعب مكان عمرو السولية قدام المناطق الخلفية الاربعة اللي موجودين ورا قدامنا ابراهيم حسن، رغم ان هو جسمه تملي اللعيبة الحريفة كده يا جماعة، جسمها ما يبقاش جامد، القوة البدنية بتاعتها ما تبقاش كبيرة إنما لعيب خفيف متحرك موجود في كل مكان في الملعب، النهاردة ورقة مؤثرة وأحد نجوم الشوط الأول لو حطينا لعيبة بالجون اللي جابه والشغل اللي بيعمله سواء على المستوى الدفاعي لما بيرجع مع صالح موسى أو يزيد لقدام، نقلتين زيكا قدام ال 18 زيكا إنما ياخد منها فاول نادي الزمالك، نقول دكة بدلاء نادي الزمالك عشان نشوف لو الكابتن حلمي طولان هيستعين بحد من الاوراق الهجوميه واقرب واحد احمد علي طبعا الفرود اللي موجود بره، انما موجود ابو جبل حارس المرمى اللي جه من نادي انبي لنادي الزمالك، موجود حماده طلبه، اسلام عوض، هاني سعيد واحمد علي والاثنين الصغيرين مصطفى فتحي وياسر ابراهيم من شباب نادي الزمالك. عمر جابر ياخد فاول وهيدي انذار ولا ايه؟ ابراهيم نور الدين ادى فاول، صالح موسى بيتكلم، دخل مع عمر جابر جامد. بنقرب من الدقيقة 40 التقدم للنادي الاسماعيلي، ابراهيم حسن صاحب لقاء هدف اللقاء الوحيد لغاية دلوقتي، يرد تاني جون انطوي لورا، حسن عبد ربه يفتح الملعب لصالح موسى، صالح بيهدع الكرة، لعيبة النادي الاسماعيلي عارفين ان الشوط الاول قرب ينتهي بيجمدوا اللعب يعملوا تمريرات كتير يسحبوا بيها الابيض لوسط ملعبهم او يحتفظوا بالكره او يبداوا هجمه، نور السيد لقدام دخل لجوه صالح موسى، برافو يا ولد يا لعيب يشيلها بشكل كويس انما تترد تاني
ده من 18 محمد ابراهيم، لعب الفردي مش هينفع في الوقت اللي جاي لنادي الزمالك اللي بيبداوا يفقدوا تركيزهم قدام منطقه جزاء محمد عواد حارس مرمى النادي الاسماعيلي، وضربه حره فاولات كتير، وبدا رتم اللقاء من وقوف الكوره بيقل المستوى الفني. احمد سمير من بره ال 18 تسديده انما يعمل معاه بلوك، راجع لغايه فين جون انطوي؟ لغايه حدود ال 18 عشان يحافظوا على الجون اللي جابوه لغايه دلوقتي. رامي التماس، احمد سمير هو اللي هيلعب. طرفين النهارده ما اشتغلوش بالشكل المؤثر اللي بيجوا من المناطق الدفاعيه سواء احمد سمير او محمد عبد الشافي، وهو ده اللي خلى احمد جعفر غايب عن اللقاء تماما هجوميا. هيتكلم عليها بقى كابتن اسامه خليل نجم نادي الاسماعيلي ونجم مصر ونجم نادي الزمالك ونجم مصر الكابتن احمد عبد الحليم في الاستوديو التحليل استاد النيل بين الشوطين وبعد اللقاء. الحته الهجوميه اللي بنتكلم عليها لنادي الزمالك مع زميلنا خالد لطيف، تلعب الكره على طول لقدام ملعوبه في وسط الملعب، انما يضغط ياخد منها فاول عمر جابر، وانذار لمحمود متولي، هو اللي خد الانذار متولي في اللعبه اللي فاتت لاعب وسط نادي الاسماعيلي. قمه مبكره للمجموعه الثانيه ولقاء ساخن في ليله شتاء جميله النهارده، الجو في منتهى الجمال غير الايام اللي فاتت، يعني اللعيبه اللي في الملعب المفروض تتمتع بالاداء، وكمان ارضيه استاد القاهره حاجه تفرح. سنتين يا جماعه الا شهر يتكتب في التاريخ ان الاستاد ما استضافش لقاءات منين؟ من فبراير 2012. على الارض ملعوبه، محمد عبد الشافي يرجع تاني، عبد الشافي لاحمد توفيق، توفيق عند مؤمن، مؤمن زكريا يسلمها للي جايب وشه بشكل كويس، عمر جابر يرجع بيها تاني، محمد عبد الشافي العرضيه تمركز يشيلها بدماغه عبد الفضيل، سامح عبد الفضيل قلب دفاع النادي الاسماعيلي، وضربه حره لمحمد زيكا. عامل برضه مجهود طيب في الشوط الاول محمد زيكا. لو قلنا انما لعيبه النادي الاسماعيلي اشتغلوا جيم دفاعي، كابتن احمد العجوز عارف امكانيات لعيبته سواء الخبرات او اللعيبه الشباب، وعرف يعمل التوليفه المناسبه للقاء، انما كان بدا بعمر السوليه اللي غايب اللقاءين اللي فاتوا، وبعد اقل من ربع ساعه سحبه للاصابه ولعب مكانه محمود متولي، وسايب المهام الهجوميه تماما لانطوي وزيكا في المناطق الاماميه، انما كل فرقته بتبدا من وسط الملعب تقابل لعيبه نادي الزمالك. متولي 42 دقيقه الاسماعيلي متقدم بجون، يرجع لورا عند عبد الحميد سامي، ملعوبه تاني لمحمود متولي، انما يتضغط عليه وياخدها محمد ابراهيم، برافو يا ولد يا لعيب، يمشيها لعمر جابر، انما الاستلام الزحلق بعدت عنه، خدها تاني كريم مسعد ويطلعها بره الملعب بدون فلسفه، يحل المشكله الدفاعيه الى رامي التماس. رامي التماس لنادي الزمالك، احمد علي هيبقى له دور في الشوط الثاني، هيكون ليه دور احمد علي لاعب النادي الاسماعيلي السابق ونادي الزمالك دلوقتي، عشان اللي بيتابعنا واللي هيدخل في اجواء الدوري معانا النهارده المرحله الثالثه. لنادي الزمالك من الجبهه اليمين، انما يطلع الدفاع ثاني، رجع زيكا مع كريم مسعد، انما كريم هو اللي بيطلع للمره الثانيه الى رامي التماس. احمد سمير جاله جعفر عاوز يلف وسطه ويلعبها، انما لعبها جامده، اي كلام يا عبد السلام، لا هو باصص ولا حد جاي من زمايله، وسددها جامده قوي ومحدش مكمل. محمد عبد الشافي تفرق كتير مع الكابتن احمد العجوز ان هو يخرج متقدم الشوط الاول، وبرده تفرق كتير مع الكابتن حلمي طولان لو قدر يعدل النتيجه، انما الوقت ضيق قوي قبل ما يخرج للاستراحه، وهنشوف كده كل مدير فني هيغير استراتيجيه ادائه في الشوط الثاني ازاي، سواء لنادي الاسماعيلي اللي متقدم او نادي الزمالك اللي بيلعب تاني لقاء ليه في المسابقه بعد ما كان باي الاسبوع الثاني. محمد عواد على مهله هيلعب الضربه الحره، انما ابراهيم حسن هو صاحب لقطه المباراه لغايه دلوقتي بالجون الجميل اللي جابه، ودي اهم لقطه في احداث الشوط الاول اللي عدى منه 44 دقيقه، اماميه وعاليه في وسط الملعب متولي مع ابراهيم حسن، انما يشيلها من قدامه نور السيد وتروح في الجنب الشمال اللي فيه محمد ابراهيم اللي عاوز ينطلق، انما يضغط عليه صالح موسى اللي قافل تماما الجبهه الشمال الهجوميه لنادي الزمالك. محمد ابراهيم لسه ما حدش قرب منه، كان برضه بيغيب محمد ابراهيم، كان اللي موجود في الملعب شيكابالا، عبد الملك، احمد جعفر، انما هيكون هو البديل الاستراتيجي في الفتره اللي جايه محمد ابراهيم كلاعب اساسي يقدر
يغير من شكل اداء نادي الزمالك الهجومي كمصمم هجمات رئيسي من وسط الملعب بره الملعب، رامي التماس ادي اللعبه، والرقابه اللي عاملها صالح موسى على محمد ابراهيم عامل عليه المان ايه والرقابه، حاسس لو محمد ابراهيم خرج بره الاستاد هيخرج وراه، قافل عليه ايه في كل مكان. صالح موسى عاليه عند محمد عبد الشافي وضغط عليه ابراهيم حسن اللي بيجي من وسط الملعب هجوميا، انما على فتح الله، فتح الله شيلها لقدام، عبد الحميد سامي يرد من الناحيه الثانيه من لمسه واحده متولي مع محمد زيكا، نقلتين كويسين، انما لعيب كويس محمود متولي على فكره، نفس الستايل والاداء بتاع عمرو السوليه، لما تبص له وهو بيمرر وبيقرب وعنده ثقه محمود متولي، كان موجود مع منتخب الشباب مع الكابتن ربيع ياسين، راح معاه كاس العالم، خد معاه كاس الامم الافريقيه جون انطوي، انما هنشوف كام دقيقه وقت محتسب بدل ضائع هيديهم ابراهيم نور الدين حكم المباراه النهارده. جون انطوي قدامنا في الاعاده، الفاول اللي خده، لقاء كان محصور في منطقه وسط الملعب معظم فترات الشوط الاول، اللي ما كانش متابع معانا الزمالك كان اكتر سيطره، انما الهجمات ما كانتش بالشكل المطلوب ان هو يسجل، رغم ان هم قربوا كتير قدام ال 18، جالهم اكتر من ضربه ركنيه، ابراهيم حسن فاجئ الجميع بتسديده من اكتر من 30 35 متر بجون عالمي في مرمى محمود جنش، نتيجة اللقاء 1-0 للنادي الإسماعيلي. ده ملخص الشوط الأول. على الأرض عبد الحميد سامي، صالح موسى يمشيها، يعكس اتجاه اللعب محمود عبد العزيز الناحية الثانية، إنما أحمد سمير واقف مستنيها ويلعبها بدماغه المؤمن زكريا، لم ودخل على وسط ملعبه، نقلتين أحمد سمير يلعبها لقدام يلغي بيها المرحلة التحضيرية سمير، إنما مغطي كويس عبد الفضيل ورا عبد الحميد سامي ويزحلق يطلعها عبد الحميد بره الملعب. مع صفاره نهايه الشوط الاول تقدم النادي الاسماعيلي على نادي الزمالك 1-0. ارق تحياتي محمد عفيفي من على شاشه النايل سبورت، الى اللقاء مع احداث الشوط الاخر بشكل ده. تاني يا عشاق ومتابعي شاشه النايل سبورت في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاد القاهره الدولي والشوط الثاني، ارق تحياتي محمد عفيفي ولقاء قمه للمجموعه الثانيه النادي الزمالك والنادي الاسماعيلي 1-0 اللي كان بيتابعنا في الشوط الاول عن طريق ابراهيم حسن. هنشوف كده الشوط الثاني اللي بدا قدامنا، نادي الزمالك بقى على يمين الشاشه ونادي الاسماعيلي على شمال الشاشه. التشكيله بسرعه بدون مراكز في الملعب، محمود جنش في مرمى نادي الزمالك، احمد سمير، فتح الله، صلاح سليمان، انما خلينا مع هجمه النادي الاسماعيلي من الجنب الشمال. زيكا هو اللي بينطلق يلعب العرضيه يشيلها تاني بشكل كويس، دخل لجوه محمد عبد الشافي قبل جون انطوي الخطير اللي مسجل 4 أجوان في المسابقه لغايه دلوقتي. نكمل التشكيله، محمد عبد الشافي ونور السيد، احمد توفيق، عمر جابر، مؤمن زكريا، محمد ابراهيم، احمد جعفر، الناحيه الثانيه النادي الاسماعيلي، محمد عواد في المرمى، صالح موسى، سامح عبد الفضيل، عبد الحميد سامي، كريم مسعد، وحسني عبد ربه، محمود عبد العزيز، ابراهيم حسن، خرج عمرو السوليه ولعب محمود متولي، ومعاهم زيكا وانطوي في المناطق الهجوميه. نور السيد ملعوبه في الجبهه اليمين بشكل كويس عند احمد سمير. هنشوف الكابتن حلمي طولان قال ايه لعيبته اللي كانوا بيسيطروا في الشوط الاول انما ما قدروش يترجموا السيطره الميدانيه ونسبه الاستحواذ اللي كانوا عاملينها في منطقه وسط الملعب كهجمات تنتهي بجوان على مرمى عواد، انما قدر النادي الاسماعيلي اللي عمل جيم دفاعي في ال 45 دقيقة اللي احنا لعبناهم الكابتن احمد العجوز المدير الفني، ومن المهارة والابتكار الفني ابراهيم حسن قدر يسجل هدف اللقاء الوحيد لغاية دلوقتي اللي متقدمين به دراويش الكرة المصرية. ضربة حرة من مكان حلو بره ال 18، كرات الثابتة والركنيات اللي جت كتير لنادي الزمالك في الشوط الأول ما قدروش ان هم يستثمروها بشكل جيد. محمد عبد الشافي يلعب برجله الشمال طالع لقدام مع جعفر، صلاح سليمان وفتح الله من المناطق الدفاعيه، عملها على الارض حلوه، الفكره حلوه، انما محمد ابراهيم ما يقدرش يكمل، عمر جابر قدام ال 18، دفاع النادي الاسماعيلي يتعامل، رجع لورا محمود عبد العزيز مع عبد الحميد سامي وسامع عبد الفضيل، يمشوها لقدام عند زيكا اللي بينطلق مع ابراهيم حسن في المناطق الاماميه، انما رجع نور السيد بشكل كويس قوي مكان احمد سمير اللي كان زايد لقدام عشان يغطي، وادي محمد زيكا واحد من مصممي الهجمات الجدد للنادي الاسماعيلي، وقع على الارض محمود عبد العزيز لاعب الوسط لغايه ما يروح ابراهيم نور الدين حكم المباراه الدولي مع ايمن دجيش واحمد حسام الاثنين المساعدين، بيطمن دلوقتي ابراهيم نور الدين على محمود عبد العزيز. نتكلم على الشوط الاول اللي ما كانش متابع معانا،
كابتن حلمي طولان كان قدامنا على الشاشه، واول ما الجون جه لو اتعادت اللقطه الراجل كان مسيطر وهو اللي بيروح واللعيبه بتقرب من ال 18، انما هنشوف هيعمل تبديلات من على الدكه ولا ايه. 15 دقيقه اللي كان بيتكلم مع اللعيبه في الاستراحه قال لهم ايه، وفي اعتقاد ان احمد علي هيكون ورقه مهمه جدا مع بدايه الشوط الثاني للكابتن حلمي طولان، الا لو كان ليه راي ثاني عشان يغير استراتيجيه ادائه في ال 30 متر الهجوميه اللي قدام. دي اللعبه اللي وقع فيها محمود عبد العزيز وكان جنبه محمود متولي. احمد علي فعلا هو اللي هينزل، وخارج مؤمن زكريا عشان يزود من قدراته الهجوميه في العمق الكابتن حلمي طولان. يبقى نادي الزمالك هيلعب قدام احمد جعفر مع محمد ابراهيم ومعاهم احمد علي، ويكمل عمر جابر. هي دي الاربع اوراق اللي هيزيدوا قدام ال 18. خرج مؤمن زكريا تقريبا مع اول اربع دقائق من الشوط الثاني. هنشوف احمد علي هيكرر سيناريو التالق والهوايه في تسجيل الاجوان بعد نزوله زي ما كان بيعمل في بطوله كاس مصر وكان واحد من الهدافين مع احمد جعفر، ولا هيكون الوضع ايه بالنسبه لنادي الزمالك على الارض ملعوبه. نقلتين لما ترجع تاني من احمد توفيق محمد عبد الشافي. قلت لحضراتكم ان اخر لقاءين نادي الزمالك والاسماعيلي الموسم اللي فات اللي توقف في الاسبوع قبل الاخير او لم يكتمل، الزمالك فاز 2 دون مقابل في الدور الاول و2-1 في الدور الثاني رايح جاي. محمد ابراهيم اللي موجود كان بطل اللقاءين بجون في الدور الاول والدور الثاني، انما النهارده لغايه دلوقتي ابراهيم حسن هو صاحب البدايه التهديفيه في المباراه. نادي الزمالك قدام ال 18، نقلتين حلوين. نور السيد لاحمد توفيق هيبص عند عبد الشافي يمشيها له كويسه في الجبهه الشمال. عبد الشافي قدام منطقه الجزاء نقلتين لتوفيق عند نور السيد اللي بيدور على مساحه، لو قرب شويه نور السيد رجله تقيله وممكن يعمل واحده على المرمى يفاجئنا زي ابراهيم حسن، انما مقفلين كويس في العمق. بيرجع لورا محمود عبد العزيز مع حسني عبد ربه وكمان متولي اللي نزل لهم من على دكه البدلاء، ومن وراهم عبد الفضيل وعبد الحميد سامي الاثنين المساكين. كريم مصعد يسندها ترجع له تاني، عاوز يروح يقتحم من الجبهه الشمال، انما جون انطوي يرجع على وسط ملعبه يمشيها حسني عبد ربه كويس الى ابراهيم حسن قطم بيها ودخل لجوه برجله الشمال يلعبها لحسني تاني. رمانه الميزان والنقطه المحوريه زي ما اتكلمنا على نور السيد في قلب ملعب نادي الزمالك. تاني النادي الاسماعيلي قدام ال 18، بادئين بيضغطوا دلوقتي عشان ما يدوش فرصه لنادي الزمالك ان هو يحطهم في وسط ملعبهم من بدايه اللقاء، وينسحبوا تكتيكيا للثلث الدفاعي الاخير. محمد عبد الشافي يشيلها كويس قوي يا ولد يا لعيب، انما اربع لعيبه اتلموا عليه، لازم حد يقرب من لعيبه نادي الزمالك. احمد علي جاله من الطرف ناحيه الشمال اللي كان بينطلق فيها محمد ابراهيم في الشوط الاول، انما هنشوف وضعيتهم الفنيه هتكون ايه مع احمد جعفر. ثلاثي اضواء ال 18 لنادي الزمالك في الشوط الثاني. نور السيد مقطوعه منه، خدها جون انطوي بشكل كويس. الهجمات المرتده هتعمل مشكله، لو قطع لعيبه النادي الاسماعيلي والزمالك بيبني هجمه هيبقى العدد قليل ورا، لان كل لعيبه الزمالك هتندفع لقدام. دي المقصوره الرئيسيه والحضور من اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك الحاليين والسابقين كمان. ادي اللعبه جون انطوي اللي خدها وجت في ايده بتتعاد، ومحمود فتح الله اللي كان الزحلق عليه. ست دقايق من الشوط الثاني، التقدم للنادي الاسماعيلي، واحنا بنتكلم على شكل نادي الزمالك لو بيبني هجمه واتقطعت الكوره. ادي عرضيه في منتهى الخطوره، ممكن حلوه خطيره خطيره منتهى الجمال والروعه. حلوه 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 احمد علي في منتهى الجمال والروعه. احمد علي حلوه اللي فاتت دي، انما الكوره احمد جعفر بيشيلها وبرافو يا ولد يا لعيب، هتتعاد الكوره. احمد علي هي الخطوره اللي بنتكلم عليها. نادي الزمالك كان عايز واحد في العمق، يا دوبك الكوره تلمس كده تاتش في العرض. هنشوف عواد لمسها ولا ايه، انما الكوره اتعملت حلوه حلوه. وادي محمد عبد الشافي اللي هيلعب الضربه الركنيه، عبد الشافي يلعبها في العمق المره دي، انطوي هو اللي يطلعها راجع من المنطقه الهجوميه، شالها كويس قوي جون انطوي اللي راجع يلعب مع صلاح سليمان ومحمود فتح الله. منطقي جدا الفراوده اللي بيرجعوا مع الاثنين اللي بيطلعوا لقدام لو عندهم مهاره ان هم يصطادوا الكرات العرضيه زي فتح الله وصلاح سليمان. رجع معاهم جون انطوي منقوله تاني في الجنب اليمين. احمد سمير
نادي الزمالك ضاغط زي بدايه اللقاء، هو اللي رايح على 18 محمد عواد، ترجع الكره لورا لسمير، الجبهه اليمين اللي بيحاولوا ان هم ينشطوها بالتبادل مع عبد الشافي في الناحيه العكسيه، ما اشتغلوش في الشوط الاول بكل امانه لا عبد الشافي ولا سمير، نتيجه للعدد الكبير للاعيبه النادي الاسماعيلي اللي كانوا بيرتدوا او بيقابلوا من وسط الملعب. نور السيد يعكسها من لمسه واحده الناحيه الثانيه عند محمد عبد الشافي، بيدور على مساحه يعدي منها، انما واقف له كويس قوي ابراهيم حسن، يا ولد يا لعيب، واحد من نجوم المباراه ابراهيم حسن. جون انطوي بيعمل مجهود كبير لوحده قدام محمد زيكا، ما اشتغلش بالشكل الكامل بنسبه 100% من فنياته اللي احنا عارفينها اللي كان موجود بيها مع نادي المقاولين. طبعا لقاء كبير، ولقاء نادي الزمالك غير اي فرقه بيلعبها النادي الاسماعيلي. تمشي الكره الناحيه الثانيه، احمد سمير لعمر جابر اللي بيلعب حر في وسط الملعب، عمر اتحرك كتير في الشوط الاول وحاول يعمل الخطوره، انما ضربه حره دخل عليه مودي، محمود عبد العزيز يعمل فاول على عمر جابر، ابراهيم نور الدين قريب من الكوره، حكام الدوليين اللي ظهروا في الفتره الاخيره بصوره كويسه. اتكلمنا في الشوط الاول على المجموعه اللي خدت الشاره الدوليه مع بدايه 2014، مجموعه الحكام المصريين اللي موجودين سواء بقى محمد فاروق، جهاد جريشه، ومحمود عاشور، محمود البنا، محمد معروف، محمد الحنفي، هي دي قائمه الحكام الدوليين كلهم اللي موجودين في الكره المصريه مع المساعدين شريف صلاح وايمن دجيش وابو العلا وتحسين ابو السادات واحمد سامر وضياء السكران. لعب الكره لقدام، واحنا بنتكلم كده على الحكام الجداد مع المجموعه القديمه، محمود فتح الله، انما جمهور نادي الزمالك يقول لك يا عم مش عايزين الكلام ده دلوقتي، فرقه متاخره مركزين في اللقاء. تتلعب لقدام، محمود فتح الله، احمد جعفر بدماغه عند عمر جابر ثلاثة، انما عد 2 4 5 لعيبه من نادي الاسماعيلي ارتدوا، لعيبه نادي الزمالك برده موجودين قدام المنطقه، انما في بطء ان هم ينهوا الهجمه، والبطء ده بيخلي اكبر عدد من اللعيبه يرجع يرتد بسرعه يقفوا بشكل مثالي، انما فاول في النهايه على حدود ال 18. ضربه حره لنادي الزمالك، فاولات كتير من اماكن مؤثره، انما لغايه دلوقتي ما فيش اللعيب اللي يقدر يخلص سواء من الكرات يسدد مره واحده او بعرضيات واحد يلعبها بدماغه. ضربات ركنيه في الشوط الاول وفاولات ادي في الشوط الثاني كمان. حسني عبد ربه مع زمايله عبد الفضيل ومحمود متولي كلهم راجعين بيعملوا الحائط البشري، بيظبط مع عواد. فاول من مكان حلو للعيبه نادي الزمالك اللي ممكن 10 دقايق من الشوط الثاني يقربوا ويرجعوا للمباراه. النادي الاسماعيلي متقدم. نور السيد فتح الله كالعاده هم اللي بيقفوا على الفاولات، انما فتح الله، فتح الله يا ولد يا لعيب، حلوه يا فتح الله، عمل واحده حلوه في الشوط الاول غيرت اتجاهها، انما كانت يا دوبك مليمترات جنب القايم لمرمى محمد عواد، واد المره دي كمان عايزه تحت سنه، انما برافو محمود فتح الله لعبتين عملهم بشكل كويس، المره دي شالها عشان ما تخبطش في الحائط البشري، يا دوبك اقل من نص يارده فوق العارضه، ورايح مع محمد عواد مامن المرمى، الحارس الشاب اللي بيلعب مكان محمد صبحي اللي غايب للاصابه، نفس المشهد لنادي الزمالك اللي بيلعب جنش للقاء الثاني على التوالي في ظل غياب عبد الواحد السيد. رمي التماس. كابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الاولمبي برضه بيتابع، لان في لعيبه صغيرين موجودين هيحتاجهم الكابتن حسام البدري اللي بيدفع بيهم الاجهزه الفنيه سواء في نادي الزمالك او النادي الاسماعيلي، ممكن يستعين بيهم في المنتخب الاولمبي لو السن من اللعيبه الصغيرين اللي لسه طالعين من منتخب الشباب. في وسط الملعب يرجع بيها احمد علي لنور السيد، المسافه بعيده كان بيشاور عقله ان هو يسدد، انما مقطوعه من دفاع النادي الاسماعيلي اللي هو نجم اللقاء لغايه دلوقتي، المنطقه الدفاعيه طالما ما قدرش نادي الزمالك يقتحم ويخترق، ادي جنش خارج، برافو يا ولد يا لعيب، غطى ورا زمايله في المناطق الدفاعيه بره الملعب رامي التماس، واحنا بنتكلم على مدافعي النادي الاسماعيلي اللي مامنين كويس قوي قدام محمد عواد حارس المرمى. رامي التماس للنادي الاسماعيلي، نفس مشهد وسيناريو اللقاء فنيا في الشوط الاول، سيطره زملكاويه في وسط الملعب، هم اللي بيقربوا، هم اللي جالهم ضربات ركنيه، انما الكره لا تعترف الا بالاجوان، تمسك الكره طول اللقاء وتلعب وتمتع جمهورك، ما جبتش جون تعمل لك مشكله. ضربه مرمى زي ما عمل نادي الزمالك في الشوط الاولاني، الهجمات ما كانتش كتير، ما كانتش مؤثره، انما كان مسيطر بلغه الكوره وهو اللي عنده العقيده الهجوميه، انما ابراهيم حسن قلب الطاوله تماما بالجون اللي جابه. لقدام محمود جنش عند احمد جعفر، انما ياخدها تاني احمد علي اللي دفع بيه
كابتن حلمي طولان مكان مؤمن زكريا عشان يغير من الوضعية الفنية اللي لعبته قدام. فاول احمد توفيق لنور السيد على حدود المنطقة. محمد ابراهيم غايب دلوقتي، عدى تقريبا 12 دقيقة من الشوط الثاني ما شفناش محمد ابراهيم. المفروض يقرب من الاماكن اللي فيها الكرة شوية ويبدأ لعيب الوسط ان هم يسلموه عشان يستخدم المهارة وهو اللي يبني الهجمة ويصمم لقدام، انما ياخدها المرة دي محمود عبد العزيز الى انطوي. محمد زيكا ثلاث نقلات حلوين قوي، متولي يبص متولي عند كريم مسعد يقرب منه حسن عبد ربه ياخدها، لسه ما حدش جاله عشان يسلمه. أمامية طويلة في الجبهة الشمال الهجومية، إنما صلاح سليمان مقفل كويس يا ولد، ياخدها بترقيصة ويدخل تاني على الملعب إلى محمود فتح الله. هيبص ناحية عبد الشافي المكان الفاضي، الملعب مايل للناحية التانية، عبد الشافي فاضي هوت فعلا. أحمد توفيق يلعب له، شايف برضه الكابتن أحمد العجوز هيعمل تبديل، هنشوف محمود حمد ولا مين اللي بيستعد للنزول في الوقت اللي جاي. إنما محمد عبد الشافي بيستلم، ضغط عليه صالح موسى في العمق لأحمد جعفر، ممكن محمد إبراهيم اللي كنا بندور عليه يمشيها. التسديدة حلوة، المتابعة خطيرة يا ولد يا عواد، حلوة حلوة حلوة، برافو يا عمر يا جابر، إيه يا ابن الجمال ده، يمين أو شمال شوية إنما برافو برافو عواد، يمسك واحدة على مرتين في منتهى الخطورة. هنشوفها تاني، أول ما محمد إبراهيم هيتحرك هيبدأ يبقى فيه مساحات. آدم محمد إبراهيم مشاها يا ولد زي ما الكتاب بيقول، ومدفع طلقة من عمر جابر، إنما برافو يا ولد محمد عواد يمسكها على مرتين. خطورة نادي الزمالك والشراسة بدأت مع الدقيقة 14 تقريبا من أحداث الشوط الثاني. خارج صالح موسى وهيلعب مكانه محمود حمد، برضو واحد من لعيبة منتخب الشباب، وده اللي احنا بنقوله كابتن حسام البدري موجود عشان يتابع. الراجل طبعا رفع غلط، إنما اللي هيخرج كريم مسعد، وهيفضل في الملعب صالح موسى الباك اليمين. الحكم الرابع علقت منه اللوحه ولا حاجه، وادي واقع على الارض. كريم مسعد في الملعب اللي بيلعب في الجبهه الشمال هو اللي خرج، ونزل مكانه محمود حمد، انما واقع على الارض حارس المرمى محمد عواد. ادي اللعبه محمد ابراهيم بتتعاد، وعمر جابر تسديده يعني جت في المكان اللي واقف فيه محمد عواد. بقول لحضراتكم لو يمين شويه بعدت كانت هتبقى صعبه، لان الكره جامده واخدها من مره واحده تبقى صعبه على حارس المرمى، انما في المكان يا دوبك حتى الراجل ما نقلش رجله، انما برافو لان واقف، لو متقدم برضه تعمل له مشكله. الخطوتين اللي واخدهم دول هو ده المقاس او المسافه المناسبه للمكان والتسديده اللي عملها عمر جابر. محمد مجدي حارس البديل، اتنين حراس مرمى صغيرين، كان معاهم محمد فتحي على فكره الحارس المخضرم اللي رحل لنادي حرس الحدود، بقى صبحي وموجود عواد اللي بيلعب النهارده، ومحمد مجدي اللي بيعمل عمليه الاحماء. انما نادي الزمالك بدات خطورته تبان، محمد ابراهيم اول ما يقرب من المناطق المؤثره هيبدا يبقى في شغل كويس مع جعفر اللي النهارده ما قدرش حد يوصله. على طول معانا على الشاشه احمد جعفر، عبد الحميد سامي اللي مدينا ظهره، وجون انطوي اللي جه قدامنا، انما قام عواد سليم ما فيهوش اي حاجه. اماميه يلعبها عند صلاح سليمان، ياخدها تاني زيكا ويسدد بيمينه المره دي، انما محمود جنش واقف كويس، كره صعبه عليه اللي سددها ابراهيم حسن وجت في المقص ومفاجاه، انما هو حارس المرمى لازم يبقى واخد استعداده، حتى لو ما بيجيلوش هجمات يقف يسخن طول الوقت عشان لو جات له واحده مفاجاه زي دي يتعامل معاها، انما كانت صعبه على محمود جنش، هدف اللقاء الوحيد لغايه دلوقتي. رمي التماس محمد عبد الشافي، ادي عبد الحميد سامي واحمد جعفر، عبد الحميد سامي قريب منه بيتحرك معاه، ضربه مرمى للنادي الاسماعيلي. دوري المجموعتين 2013 2014 قمه المجموعه الثانيه المبكره، الزمالك والاسماعيلي على استاد القاهره اللي بيستضيف لقاءات الدوري بعد 23 شهر، مش 13 23 شهر غياب، وكان اخر لقاء بالمصادفه كان هو لقاء الزمالك والاسماعيلي على نفس الملعب في دوري 2011 2012، كان موجود الكابتن حسن شحاته مدير فني لنادي الزمالك، والكابتن صبر المنياوي لنادي الاسماعيلي، وسادس دوري لدوري المجموعتين لسادس مره، انما اللي اتلعب منهم فعليا اربعه واللي فات اتلغى، وادي السادس اللي احنا بنلعب فيه. ان شاء الله ربنا يكرم ويكمل على خير. على الارض ملعوبه،
احمد علي ينزل لتحت يلعبها لاحمد توفيق، توفيق عند محمود فتح الله، انما برضه لعيبه نادي الزمالك لو عايزين يعدلوا النتيجه يبقى جديه اكتر من كده. نادي الاسماعيلي واقفين كويس في المنطقه الدفاعيه وقفلوا تماما على مفاتيح اللعب ومصمم الهجمات لنادي الزمالك، عشان كده ما قلناش اسم احمد جعفر كتير. محمد ابراهيم تحركات وهي اللي تعمل الخطوره مع عمر جابر اللي جاي بوشه من تحت، وتالق للمناطق الدفاعيه لدراويش الكره المصريه في المباراه اللي بنتابعها. ده فاول من مكان حلو قوي، محمد ابراهيم هو اللي راح وهو اللي اقتحم، انما صالح موسى دخل معاه وعطله، فاول قرار سليم من ابراهيم نور الدين. ادي اللعب اهو بايديه وبرجليه، تملي اللعيبه المهاريه والحريفه، المدافع ما يلاقيش حل، اول ما ييأس معاه خلاص بقى يطلع كل الاسلحه، فاول ركله جزاء المهم يوقفه. ضربه حره لنادي الزمالك، محمود فتح الله لعب واحده في الشوط الاول بشكل كويس، والشوط الثاني من 6-7 دقائق تقريبا من نفس المكان انما ورا شويه. ادي احمد علي مستني من هنا، لازم تتسدد، سددوا الابعد من دي وفتح الله وعامل له قدامه الستاره عمر جابر مع نور السيد، فاول لنادي الزمالك. هنشوف هيعملوها ازاي المره دي، عواد بيوقف الحائط وحسني عبد ربه بيساعده. هتتلعب الكره فتح الله المره دي بعيده، المره دي بعيده عن المرمى، يعني الكره كانت ابعد من كده عملها بشكل كويس انما بره الملعب. شكل جميل استاد القاهرة الدولي، سواء من ساعة ما دخلنا من البوابات لغاية ما وصلنا الكابينة، أرضية الملعب حاجة تفرح. هيئة الاستاد يعني في خلال أقل من 24 ساعة الدكتور أشرف صبحي رئيس هيئة الاستاد وافق على طول اللقاء يجي هنا مع الجهات الأمنية. مجهود للدكتور وليد الكاشف المسؤول عن استاد القاهرة والملعب. تلعب الكرة لقدام، نتمنى الجمهور يرجع إن شاء الله، أهم حاجة وأهم عنصر في اعتقادي، لأن اللعيبة دي بتلعب عشان الجماهير. صلاح سليمان، محمود جنش هيلعب لقدام، أمامية، الزمالك متأخر بجون أمام النادي الإسماعيلي، 15 دقيقة من الشوط الثاني. كل ما الوقت يمشي لعيبة النادي الإسماعيلي بياخدوا الثقة، لعيبة نادي الزمالك يبدأ يبقى فيه تسرع وتهور في الأداء، وضربة حرة غير مباشرة للنادي الإسماعيلي. تتلعب لقدام عالية وطويلة، صلاح سليمان قريب يشيلها نقلتين يديله الفرصة يمشيها الحكم، تسديدة إنما في الزاوية الضيقة وبعيدة كمان عن مرمى نادي الزمالك. واقع اتنين لعيبة على الأرض، هنشوف مين اللي كان زايد لقدام. محمود متولي اللي كان طالع قدام ال 18 بيطمن عليه حسني عبد ربه، وواقع واحد من نادي الزمالك لما يقرب الكادر شوية، إنما نادي الزمالك كان بيحاول. آدي اللعبة، كان طالع لقدام فعلا محمود متولي، اشترك معاه صلاح سليمان، الاثنين واقعين على الارض، صلاح سليمان من نادي الزمالك ومحمود متولي من نادي الاسماعيلي. كابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا الوطني، كابتن سيف زاهر عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، وبيتابع في مشواره وبدايه رحلته، نتمنى له التوفيق. اجنده دوليه هتبدا بلقاءات وديه، رغم ان اول الارتباطات الرسميه هتبقى يعني بعد شهر 6/2014، تبدا بقى تصفيات كاس الامم الافريقيه المؤهله للمغرب 2015، هتبدا من منتصف 2014، انما فرصه. كابتن محمد صبحي كابتن النادي الاسماعيلي موجود برضو في المقصوره الرئيسيه بيتابع فرقته، كابتن حسام البدري والكابتن اسامه عرابي، مهم جدا اللي بيتابع معانا ويبقى عارف، لان الحاجات دي كلها جديده، الاجهزه الفنيه للمنتخب الاولمبي، وسائل الاعلام طبعا بتتكلم كتير، انما اللي متاخر عن الدوري شويه بنديله كده بسرعه الاحداث الاخيره. خلاص قام صلاح سليمان، ان شاء الله يكمل على خير ما فيهوش حاجه، وقام كمان محمود متولي، بدلاء النادي الاسماعيلي قلناهم، وادي بدلاء نادي الزمالك قدامنا على الشاشه، ابو جبل وحماده طلبه واسلام عوض وهاني سعيد، نزل احمد علي، مصطفى فتحي وياسر ابراهيم، عبد الحميد سامي اللي قدامنا على الكادر، قلب الدفاع اللي عامل لقاء طيب لغايه دلوقتي مع سامي عبد الفضيل، وقافلين تماما الحته اللي في العمق على احمد جعفر، واحمد علي كمان بعد نزوله اللي بيحاول ينزل لتحت عشان يجي بوشه، برضو واحد من اللعيبه اللي عندها المغامره الهجوميه احمد علي، واللي يقدر يشغل نفسه، يعني يقدر يعمل جول لنفسه بدون مساعده او يستنى جوه الصندوق حد من زمايله، انما جعفر لازم حد يشغله ويوصله لل 18 متر الاخيره يبدا يلعب فيها. عمر جابر، احمد سمير يمشيها في الجنب اليمين، ياخدها تاني
انما جامده مش هيقدر يحصلها باينه وهي طالعه من رجله. اللعبه اللي فاتت احمد علي، هيرجع احمد سمير، هيعمل تبديل. مصطفى فتحي مكان احمد سمير الباك اليمين. واحد من اللعيبه اللي جاي لنادي الزمالك هذا الموسم لعيب صغير، مصطفى فتحي قدامنا على الشاشه مكان احمد سمير اللي حاس الكابتن حلمي طولان اللي الانطلاقات من الجبهه اليمين مش بالشكل اللي هو عايزه عشان حد يلعب الفراوده اللي جوه الصندوق. وهنشوف عمر جابر هل هيرجع لورا ويلعب لقدام مصطفى فتحي، لان قدراته الهجوميه اكتر من القدرات الدفاعيه. وهنشوف مكانه في الملعب، هل يرجع عمر جابر في الجبهه اليمين ويبقى مصطفى فتحي هو اللي قدامه، ولا هيكمل عمر جابر زي ما هو على مستوى الاداء الهجومي من تحت الفراوده يسلمها على طول احمد توفيق. تاني الاستلام الى نور السيد، لازم يخلص لقدام قبل ما يضغط عليه، يفتح الملعب لمحمود فتح الله اللي بيتحرر من المنطقه الدفاعيه ويزيد عند احمد جعفر تمريره اماميه، انما قافلين عليه كالعاده سامح عبد الفضيل وعبد الحميد سامي ويحلقوا عليها تبقى ضربه مرمى. ضربه مرمى للنادي الاسماعيلي في اللقاء اللي هبط تماما على مستوى الاداء الهجومي من ناحيه نادي الزمالك. احمد سمير اللي خرج اللي كان بيحمل شارة الكابتن في غياب طبعا عبد الواحد السيد، وادي هاني سعيد اللي بيعمل عملية الإحماء. نادي الزمالك بيحاول ان هو ينشط المناطق الهجومية. لعب احمد علي مكان مؤمن زكريا، موجود الكابتن عبد الواحد السيد كابتن نادي الزمالك على الدكة انما بره التشكيل طبعا عبد الواحد السيد. في وسط الملعب ملعوبة في الجبهة اليمين، محمد ابو جبل هو احتياطي النهاردة، محمود جنش، صالح موسى يلعب عند انطوي انما انطوي هو على الارض عاوز فاول، واقع جون انطوي اللاعب الغاني صاحب الاربع تجوان في الدوري، جونين في اول لقاء امام القناه وجونين امام تليفونات بني سويف اللقاء في الاسبوع الثاني الاخير للنادي الاسماعيلي. قطعها كويس زيكا، ممكن يعمل هجمه لسه انطوي واقع، انما هيطلعها ولا يكملوا الهجمه؟ عملها زيكا لقدام، لا هي راحت لزميله ولا هو باين مطلعها عشان زميله اللي واقع، انما لسه جون انطوي اللي ماسك قصبه رجله. واحنا بنقرب تقريبا من 25 دقيقة من احداث الشوط الثاني، ما زال التقدم للنادي الاسماعيلي بجون ابراهيم حسن اللي سجله في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول. ادي اللعبة وادي جون انطوي واللي التحم معاه محمود فتح الله بشكل كويس، انما الكورة راحت الناحية الثانية رامي التماس اللي حاول فيها زيكا ان هو يبدأ هجمة وكان واقع انطوي على الأرض. أفكر حضراتكم بلقاءات المجموعة الثانية اللي اتلعبت النهاردة، المصري ودجلة القناة الحدود تليفونات بني سويف وطلائع الجيش بتروجيت والمنيا والزمالك والاسماعيلي طبعا ختام لقاءات المجموعة، انما المجموعة الاولى هيكون لقاءاتها يوم السبت المقاولين والاتحاد انبي والمحلة الداخلية والجونة والانتاج مع المقصة ولقاء سموحة مع الاهلي اللي هيكون يوم السبت ايضا القادم. لسه واقع على الارض جون انطوي. النادي الاسماعيلي كان عمل تبديلات، لعب محمود متولي مكان عمرو السولية في الشوط الاول اول ربع ساعة، التبديل الاضطراري لم تكتمل اللياقه البدنيه والفنيه لعمرو السولية عشان كده الراجل ما قدرش ان هو يكمل، غاب اللقاءين اللي فاتوا وحب النهارده الكابتن احمد العجوز ان هو يستعين بخبراته المتراكمه مع حسني عبد ربه في لقاء كبير زي لقاء نادي الزمالك، انما لعب محمود متولي اللي كان بيشارك في لقاءات الدوري من الاسبوع الاول. رجعنا تاني لاحداث المباراه، اماميه نور السيد يلعبها لعيبه النادي الاسماعيلي عشان كان واقع على الارض انطوي وزيكا هو اللي طلعها رمي التماس. يرجع لورا ابراهيم حسن، ابراهيم اماميه عند محمود عبد العزيز انما بره الملعب رمي التماس. كابتن احمد حسن، كابتن حسن فريد المشرف على المنتخب الاول، محمود فتح الله انما بره الملعب ضربه ركنيه للنادي الاسماعيلي. ما شفناش جنش في الشوط الثاني، نفس السيناريو بيعمله الكابتن احمد العجوز ان هو بيأمن دفاعاته كويس، بيملى وسط الملعب، يعمل الكثافه وبعد كده يفكر ان هو يعمل هجمات مرتده. كابتن حلمي طولان بيتكلم مع
جهازه الفني كان الكابتن عبد الحليم علي اللي جه مكان الكابتن اسامه نبيه اللي راح للمنتخب الوطني اسامه نبيه، انما زيكا هو اللي هيلعب الضربه الركنيه. هيدي اللقاء يعني اللي يدخل يتابع ولسه بيتفرج ما يقولش نادي الزمالك متاخر. العقيده الهجوميه للعيبه قالت وادي خطيره، ركله جزاء مش ممكن، ركله جزاء. انا بقول ركله جزاء لان ابراهيم نور الدين جريته في الملعب، وادي انذار لعمر جابر شالها بايده هبان في الاعاده. الاعاده هيجيب كل حاجه، انما ركله جزاء لان اول ما اتعملت شفت ابراهيم نور الدين بيجري على نقطه الجزاء وعمر جابر بيطلعها، مش ممكن اللقاء. نادي الزمالك هو اللي بيحاول، هو اللي بيروح، وادي اللعبه، وادي عمر جابر لا تعليق باينه خالص اهي، وادي عمر جابر يعني دي حركه لا اراديه ما يقصدش، يعني تحس ان دراعه اتعلق كده قدامه، ادي اللعبه، وادي بالبطيء، وادي عمر جابر فعلا حركه لا اراديه جاي ينزل الراجل، انما الحكم خلاص ابراهيم نور الدين وضرب الجزاء لمسه يد هي اللعبه، ركله جزاء لنادي الاسماعيلي. والزمالك بيحاول في الشوط الاول يتقدم الاسماعيلي، والزمالك بيرجع للمحاوله في الشوط الثاني، نادي الاسماعيلي يجي له ركله جزاء مع الدقيقه تقريبا 29. جون انطوي هو اللي هيلعب، محمود جنش اللي ممكن يخلي الامال موجوده لفرقته لو قدر يصد اللعبه. انطوي برافو يا جنش، يا سلام، بقول لك ممكن تخلي نادي الزمالك لسه في اللقاء، وجون انطوي يغيب عنه التوفيق، داخل عليها بشكل وحش قوي وعاوز يزود الاهداف بتاعته، انما محمود جنش يتالق ويشيلها، يشيلها محمود جنش عشان عمر جابر عامل لقاء طيب، وكان اللقاء هيخلص بالجون ده في اعتقادي لو النادي الاسماعيلي اتقدم وفاضل ربع ساعه، انما نادي الزمالك يرد. هنشوف الوقت اللي جاي يقدر يستغل الدفعه المعنويه لعيبه الابيض. ادي تسديده من مصطفى فتحي اللي بيلعب في الجبهه اليمين الهجوميه، زي ما توقعت عمر جابر هيترحل شويه معاه لورا. ادي اللعبه، وادي انطوي داخل عليها وحش قوي، وبرافو يا جنش توقعها. جون انطوي اللي سجل اربع اجوان بيضيع ركله جزاء، انما نادي الاسماعيلي لسه متقدم لغايه دلوقتي، متوقع كويس جنش اللي الاقدار جابته مع نادي الزمالك، انما في تبديل وبعدين نتكلم على جنش. حماده طلبه مكان عمر جابر، في اعتقادي خرج عمر جابر، فعلا عمر جابر هو اللي خرج، وكنا بنتكلم على محمود جنش اللي جه من النادي الاولمبي في 2010 2011 ودخل التشكيله الاساسيه في لقاءات افريقيه صعبه مع نادي الزمالك من موسمين، والموسم اللي فات كمان امام اورلاندو بطل جنوب افريقيا اللي لعب النادي الاهلي في نهائي البطوله، وقدام المغرب الفاسي في 2012 مع الكابتن حسن شحاته. النهارده بيقود نادي الزمالك في ظل غياب عبد الواحد السيد من بدايه الموسم. تتلعب الكره تاني، محمود فتح الله، محمود فتح الله يغير اتجاه اللعب عند احمد جعفر ودخل له منطقه الجزاء احمد علي اللي عاوز يتعامل لوحده، انما مقفلين كويس نجوم اللقاء النهارده المنطقه الدفاعيه عبد الفضيل وعبد الحميد سامي في القلب، والاطراف صالح موسى، كريم مسعد عمل شغل كويس انما سحبه احمد العجوز المدير الفني. ادي اللعبه اللي احمد علي حب يقتحم بيها وتطلع الكره فوق او بجوار القايم. تلجا على طول بعد الخروج عشان لو في اجهاد ولا حاجه او شد خفيف في العضله. تتلعب الكره لقدام انما بامانه لقاء في فترات كتيره ما تمتعناش بيه رغم تقدم النادي الاسماعيلي ومحاولات نادي الزمالك للتعديل، وركله جزاء هي اللي فيها الاثاره والزمالك بيحاول ان هو يعدل. تتلعب الكره لقدام اماميه محمد ابراهيم في القلب حلوه، نور السيد السكه فاضيه ناحيه اليمين يلعبها، برافو يا ولد برؤيه بشكل حلو قوي، دخل لجوه عاوز يسدد انما يقع على الارض مصطفى فتحي. الكابتن حلمي طولان هيقوم يقول له مش وقته خالص ده، انما نادي الاسماعيلي ممكن يرد بهجمات في منتهى الخطوره لو استغلوا المساحات الفاضيه بره الملعب، يشيلها الى رمي التماس. الراجل طلع الكره حسن عبد ربه، هنشوف اللعبه اللي فاتت بعد ما لمح لاعب نادي الزمالك واقع جوه ال 18 اهو مصطفى فتحي لو رقص وراح، انما قافلين عليه كويس قوي في اللعبه اللي فاتت، سواء محمود حمد اللي نزل مكان كريم مسعد وقفل معاه واحد من الاثنين المساكين. تروح الكره في الجبهه اليمين، سامح عبد الفضيل تخبط في احمد علي تعمل مشكله على دفاعات النادي الاسماعيلي، كان ممكن يلعب افضل من كده عبد الفضيل، انما يرجع بيها لورا احمد علي. تروح في الجنب اليمين حماده طلبه اللي نزل مكان عمر جابر يعلقوها جوه ال 18، انما صالح موسى دخل لجوه ويشيلها لضربه ركنيه، ضربه ركنيه لنادي الزمالك
التقدم للنادي الإسماعيلي. هنشوف أقل من ربع ساعة 13 دقيقة على نهاية الشوط الثاني والمباراة. الإسماعيلي متقدم، الزمالك بيحاول يتعادل. محمد إبراهيم يلعب العرضية، راجع لورا أنطوي اللي ضيع ركلة الجزاء. حمادة طلبة عاوز يعمل هات وخد في الجبهة اليمين حمادة، إنما تتقطع الكرة. مصطفى فتحي يضرب مشوار يرجع يغطي، جون أنطوي لوحده بينطلق، لو راحت كانت في منتهى الخطورة. جون أنطوي اللي فاتت الرؤية حلوة، وإبراهيم حسن كان منطلق له من الجبهة اليمين إنما قطعها كويس دفاع نادي الزمالك. نور السيد لأحمد توفيق، محمد عبد الشافي يقطم ويدخل لجوه عبد الشافي إلى أحمد توفيق، مضغوط عليه من محمود عبد العزيز وياخد منها فاول عبد الشافي. أحمد توفيق عاوز لاعب نادي الإسماعيلي يرجع لورا محمود عبد العزيز مودي عشان يلعب بسرعة حلوة عند حمادة طلبة، هيلحق إنما تبعد عنه وتطلع بره مصطفى فتحي اللي كان مقرب من الخط. موقف صعب على لعيب يكون صغير ولسه بياخد الفرصة مع فرقته، فرقة كبيرة زي نادي الزمالك وهي متأخرة. إنما الكابتن حلمي طولان بالأوراق اللي موجودة في ظل الغيابات الكتير سواء من اللعيبة اللي رحلت عن الفرقة كلهم نجوم تقال، شيكابالا أحمد عيد عبد الملك، تتلعب الكرة لقدام. إنما الفرقة الكبيرة ما بتقفش على حد، إحنا بنقول كده كمقدمات أو للي إحنا شايفينه من الأداء الفني. محمود جنش عالية وطويلة لقدام، محمد إبراهيم بيلحق إنما صالح موسى يقفل عليه، عامل مجهود كبير النهاردة صالح موسى اللي عامل لوك زي اللعيبة الأفارقة. محمود فتح الله يستلم لقدام ملعوبة، ايه الحلول لنادي الزمالك؟ تحرك دلوقتي من غير كرة لمحمد إبراهيم قدام ال 18 مع مصطفى فتحي وأحمد علي وأحمد جعفر، يكون في إيجابية وعقيدة هجومية أكتر من كده نادي الإسماعيلي عشان يأمن الجون. لو فضل مضغوط هيبقى فيه أخطاء دفاعية، لو لعبوا لقدام هيقللوا الضغط على وسط ملعبهم، بنتكلم هنا وهنا. إنما جون أنطوي هو اللي بيستلم، عامل لقاء طيب إنما قلل الدرجات بتاعته بركلة الجزاء اللي ضاعت. أنطوي بيقرب من الراية الركنية يستهلك بيها وقت، إنما لسه بدري قوي وإحنا بنلعب في 35 دقيقة. محمد إبراهيم ماشي لقدام، محمد إبراهيم يضغط عليه عبد الحميد سامي جاي لغاية وسط الملعب مع صالح موسى ويطلع إلى رمي التماس. آوت لنادي الزمالك، عبد الشافي هو اللي هيلعب. تروح تاني لمحمد عبد الشافي بيقرب من ال 18، العرضية في منتهى الجمال، حلوة 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 يا ولد يا لعيب يا جعفر، آدي الترجمة اللي بنقولها، عرضيات يبقى جعفر وأحمد علي، الشغل ده ما اتعملش يمكن من الطرفين سواء أحمد سمير أو عبد الشافي طوال اللقاء. أول واحدة نموذجية يعملها محمد عبد الشافي فين؟ آخر 10 دقايق يروح لها أحمد جعفر كويس، وهو ده الشغل اللي مطلوب لأحمد جعفر، عشان كده سحب أحمد سمير من الجبهة اليمين، وإدى واحد عنده النشاط والحيوية صغير ممكن يعمل له فعالية من الجبهة اليمين الكابتن حلمي طولان، وعبد الشافي صاحب الخبرات كان ممكن يعمل شغل أكتر من كده في الجبهة الشمال هجوميا. إنما أحمد جعفر عملها بدماغه حلو من مكان صعب قوي. تروح الكرة تاني إلى نور السيد، نور عاوز يعدي بيها، قطم وراه على محمد إبراهيم، بيقرب محمد إبراهيم وطالع له أحمد توفيق يزود لعبته عند ال 18، إنما يرجع بيها نور السيد في المكان الفاضي. نور يا ولد يا لعيب على الرؤية حلوة قوي، وادي العرضية كمان إنما يشيلها سامي عبد الفضيل اللي بيغطي بشكل مثالي. نادي الزمالك بقى أسرع بيحاول، إنما مازال التفوق الدفاعي للعيبة النادي الإسماعيلي اللي بيحاولوا يحافظوا على الجون اللي تقدموا بيه من الشوط الأول. قدام المنطقة محمد إبراهيم في المكان الفاضي هيقطم ويدخل لجوه، مصطفى فتحي لمحمد إبراهيم نقلتين لو بص الناحية العكسية المكان الفاضي عند محمد عبد الشافي فعلا يلعب له، وجاي له إبراهيم حسن عامل مجهود كبير. إبراهيم حسن بيرتد أول ما يفقدوا الكورة مع صالح موسى في الجنب اليمين، ادي ابراهيم حسن اللي بنتكلم عليه صاحب الهدف الجميل والهدف الوحيد في المواجهه، مواجهه الكبار الزمالك والاسماعيلي على استاد القاهره في اخر 10 دقائق من المباراه. تتلعب لقدام انما جامده قوي، تطلع الى ضربه مرمى على مهله محمد عواد، فرصه طبعا الكابتن سعفان الصغير ان هو يطمن على
الحراس البودلة، الظروف جابته محمد عواد عشان ياخد الخبرات ويكتسب حساسية المباريات الرسمية في ظل غياب محمد صبحي للإصابة، وممكن تخلق منه حارس يبقى بديل. محمد صبحي بسم الله ما شاء الله أكتر من 12-13 موسم مع النادي الإسماعيلي كحارس أساسي، وكان موجود محمد فتحي قبل ما يمشي. ضربة حرة إبراهيم نور الدين في تسلل، رافع المساعد الثاني أحمد حسام اللي ماسك فراودة نادي الزمالك، ترجع الكرة تاني لمحمد عواد هو اللي يبدأ الهجمة. حمادة طلبة يشيلها بدماغه، كانت بتتعاد اللعبة التسلل على الأرض ملعوبة في الجبهة اليمين، حلوة صالح موسى ممكن ينطلق لقدام، هيلحقها صالح موسى يلعب العرضية داخل ال 18 أنطوي، إنما حمادة طلبة من الناحية العكسية مستنيها لمصطفى فتحي اللي رجع معاه. ترقيصة حلوة، لعيب شكله لعيب مهاري ولعيب حلو قوي، إنما على الأرض تاني للنادي الإسماعيلي. قطم ودخل بيها بتمريرة بينية في منتهى الجمال والروعة، يعملها عند جون أنطوي. محمود فتح الله حط إيده وراه عشان الكرة ما تخبطش وتبقى ركلة جزاء تاني. 2-4-6 لعيبة من نادي الزمالك، تسديدة إنما بعيد بعيد التسديدة إلى ضربة مرمى حسن عبد ربه اللي حاول فيه اللعبة اللي فاتت. آدي حسن عبد ربه قدامنا على الشاشة. واحد من اللعيبه اللي سجلت في لقاءات الزمالك والاسماعيلي حسن عبد ربه هدفين خلال مشوارهم في العشر مواسم الاخيره، انما ياخدها تاني احمد علي. محمد عبد الشافي ما تغيرش الاداء كتير باستثناء تحركات عبد الشافي اللي بدات شويه من دقيقتين ثلاثه يزيد لقدام، ومحمد ابراهيم اللي بيقرب منه. دكتور كمال درويش، كابتن ايمن يونس، ادي سامع عبد الفضيل، وهنشوف ابراهيم نور الدين الحكم بيكلم اللعيبه. رميه التماس، محمد عبد الشافي يلعب العرضية حلوة المرة دي، انما يطلع الدفاع تاني، هتروح الناحية التانية عند طلبة وفتحي، خدها حمادة طلبة إلى مصطفى فتحي يلعبها في عمق دفاع النادي الإسماعيلي قبل جعفر بدماغه يرجعها عبد الحميد سامي ويلحقها محمد عواد. برافو عبد الحميد وبرافو محمد عواد. على مهله محمد عواد، خلاص كل الأوراق الهجومية اللي يقدر الكابتن حلمي طولان إن هو يدفع بيها. كان موجود إسلام عوض، إنما فضل اللعيب الصغير الجديد مصطفى فتحي ان هو ينزل في الجبهه اليمين، وده احمد علي على حساب مؤمن زكريا اللي كان بيلعب طرف هجومي مؤمن زكريا قبل ما يخرج في الجبهه اليمين الهجوميه. محمد ابراهيم فضل من بدايه اللقاء لغايه اخره من اللعيبه اللي تقدر تفاجئك بيه اهداف او لعبه تخلص لنادي الزمالك محمد ابراهيم، انما نجح الكابتن احمد العجوز ان هو يقفل المباراه على مفاتيح اللعب في الابيض في المواجهه اللي بينهم. تتلعب الكره قدام محمد عبد الشافي عاوز يلعبها وما يمررش كتير، انما يطلع عواد ويسيبها لنفسه جوه المنطقه. تقريبا بدانا في الدقيقه 41 من الشوط الثاني، تقدم للنادي الاسماعيلي. ابراهيم حسن في الشوط الاول واحد دون مقابل، اسماعيلي وزمالك في المجموعه الثانيه دوري المجموعتين 2013-2014. محمود فتح الله يشيلها من جوه المنطقة لقدام عند محمود متولي، لما تسقط الكرة في وسط الملعب وترجع له تاني. حلوة يا ولد يا لعيب، قدام ال 18 ممكن يعملوا خطورة. جون أنطوي لو بشماله خطيرة 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 اللي فاتت، حلوة حلوة، وصلوا بسرعة لعيبة النادي الإسماعيلي، وده اللي بيفتقده لعيبة نادي الزمالك إن هم يسرعوا الريتم في إنهاء الهجمة عشان يفاجئوا بيها مدافعي الإسماعيلي. من نقلتين ثلاثة وصل أنطوي في مواجهة الجنش متطرف شوية، إنما عملت شكل وخطورة على مرمى نادي الزمالك. ملعوبة الكورة، نور السيد مساحة الفاضية عند مصطفى فتحي اللي بينطلق لقدام عاوز يعدي بيها، لعيب شكله عنده المهارة إنما الوقت مش هيسعفه إن الفرقة تستفيد بيه في ظل الضغط اللي على اللعيبه. تاني نادي الاسماعيلي، زيكا زيكا تمريره بينيه انما جامده قوي، زيكا عملها جامده لابراهيم حسن. محمود جنش ياخدها وهيلعب لقدام، جنش يبدا الهجمه عاليه وطويله، محمود متولي بدماغه لحسني عبد ربه على الارض يمشيها حسني الى زيكا اللي نقل نفسه تكتيكيا في الجبهه اليمين. محمد زيكا تلم عليه عبد الشافي ومحمد ابراهيم راجع له، انما خلصها محمد زيكا وماشي بيها، يلعب عرضيه يا ولد يا لعيب من تحت رجله، كرة قريبة ويعملها جامدة بشكل حلو قوي. في لعيب لازم يمرجح رجله ويلاقي مسافة، انما ده بمهارة والكرة تحت رجله يا دوبك كده مفيش ربع متر بيعمل العرضية يشيلها. مهارة دي من مهارات اللعيبة ان انت تشيل الكرة وهي قريبة منك، انما نادي الزمالك تاني ياخدها
احمد علي اللي نزل لتحت، محمد عبد الشافي يستلم من احمد توفيق في الجنب الشمال، محمد ابراهيم يمشيها له بوش رجله الخارجي عاوز يلعبها لجعفر اللي قرب من الطرف وجاي هنا ناحيه عبد الحميد سامي، انما خدها ابراهيم حسن اللعيب المهاري ثلاث نقلات يشيلها لقدام دفاع نادي الاسماعيلي، انما واقف لورا صلاح سليمان كويس، نقلتين نور السيد، نور مصطفى فتحي ماشي بيها مصطفى، هيبص قدام ال 18 ادي مصطفى فتحي، انما بيزودها بيزودها مصطفى فتحي وكمان زمايله بعاد عنه. نادي الاسماعيلي الهجمات المرتده بدات تعمل شكل وخطوره في نهايه اللقاء، بيهددوا دفاعات نادي الزمالك بالاثنين لعيبه اللي قدام زيكا وجون انطوي، وبيجي لهم كمان ابراهيم حسن من الجبهه اليمين. 43 دقيقه نادي الاسماعيلي يقترب من ثلاث نقاط مهمه في ظل هتبقى المنافسه الشرسه، رغم ان احنا في بدايه الدوري بنقول يا هادي، انما الاسماعيلي كسب لقائين مع بدايه المسابقه اول اسبوعين ست نقاط والزمالك ثلاث نقاط وخرج اسبوع باي الاسبوع الثاني، النهارده هيبقى الفرق كبير رغم ان نادي الزمالك هيبقى لاعب مباراه اقل. محمد حمص نجم نادي الاسماعيلي هيلعب الوقت اللي جاي مكان زيكا اللي وقع ودخل مع صلاح سليمان في اللعبه اللي فاتت، هيخرج زيكا ويكمل محمد حمص الوقت اللي جاي، تبديل من الكابتن احمد العجوز يستهلك الدقيقتين بشكل معنوي بالضغط على لعيبه نادي الزمالك لما الكره تقف كده يهمدهم بلغه الكوره، وحمص قدامنا واحد من اللعيبه والاسماء اللي سابت علامه وهتسيب علامه في الكره الاسماعيلاويه، محمد حمص سواء مع نادي او مع المنتخب الوطني لما كان بيتواجد بجون شهير في منتخب ايطاليا، هتفضل جماهير الكره تتذكره في كاس العالم للقارات 2009. خرج محمد زيكا ولعب مكانه محمد حمص، ويرد الكره لعيبه النادي الاسماعيلي بروح طيبه للعيبه نادي الزمالك، ادي اللعبه اللي راح بيها انطوي وسدد في الزاويه الضيقه، هنشوف الوقت اللي باقي هيدي كام دقيقه وقت محتسب بدل ضائع. ابراهيم نور الدين للحكم الرابع عوض سعفان قدام ال 18، محاولات نادي الزمالك لم ترتقي لمرحله الشراسه في الشوط الثاني وما استغلوش الكرات الكتير الثابته اللي جات لهم على حدود المنطقه، خمس دقايق وقت محتسب بدل ضائع، هنلعب للدقيقه 50 من الشوط الثاني، بدانا في الدقيقه الاولى فعليا. اماميه عاليه قدام المنطقه يردها تاني عبد الحميد سامي، انما فاول ضربه حره وعلى الارض ابراهيم حسن، الفرقتين كانوا في نفس المجموعه الموسم اللي فات برضو المجموعه الثانيه، وكان نادي الزمالك خلاص صعد للدوره الرباعيه مع النادي الاسماعيلي، ومن الناحيه الثانيه كان الاهلي وانبي، هنشوف المشهد هيكمل على ايه في 2013 2014، ودول الخمس دقايق اللي عوض صعفان رفع بيهم من نص دقيقه تقريبا. ترجع الكوره انطوي وابراهيم حسن هو اللي هينطلق قدام معاه، زود لعيبته في وسط الملعب الكابتن احمد العجوز بوجود محمد حمص عشان يقفل على نادي الزمالك في الدقايق اللي باقيه بوش رجله يعملها مصطفى فتحي، انما لعيب جيد الجواب بيبان من عنوانه مصطفى فتحي، انتظروا الراجل ده مع نادي الزمالك، لعيب كويس ولعيب صغير وهيفيد الفرقه في اوقات كتير، انما ما ياخد لقائين ثلاثه خطيره جوه المنطقه ممكن خطيره، ابراهيم نور الدين يمشي يقول ما فيش اي حاجه تتعب الكره لقدام كانت جوه ال 18 بعد ما عمل العرضيه مصطفى فتحي الانطلاقه والهجمات المرتده في المساحات الفاضيه، ادي ابراهيم حسن الناحيه الثانيه فضيت ممكن حمص قدام المنطقه، محمد حمص وانطوي مستني عشان التسلل، تقل كده حمص عشان انطوي وابراهيم حسن كانوا واحد فيهم هيبقى متسلل، ادي اللعبه ده احمد علي اللي قبلها لعبه نادي الزمالك واللي اتزحلق سامي عبد الفضيل على رجله جامد قوي، هي بتتعادل اللعبه لا كان لازم قرار انذار او كارت، لعيبه نادي الزمالك فعلا بيشاوروا للحكم، انما تترد الكره لنادي الاسماعيلي عند ابراهيم حسن، ابراهيم وحمص جنبه وانطوي، انما يلعبها ويمشيها قدام منطقه الجزاء مع محمود عبد العزيز اللي زايد لمحمد حمص، ثلاث نقلات مقفلين دلوقتي فتح الله وصلاح سليمان، حماده طلبه ياخدها ويلعبها لفتحي، مصطفى فتحي يمشي بيها موه من بعيد عند احمد جعفر، بص يا جعفر عند محمد ابراهيم، لعيبه نادي الاسماعيلي يرتدوا دفاعيا بشكل كويس ويقفلوا، وادي قلش سامي عبد الفضيل من على رجله، انما مقفلين كويس قوي، اداء رائع وطيب على مستوى الاداء الدفاعي للنادي الاسماعيلي،
واحد يقول لك الاسماعيلي ما هاجمش كتير، جنش لم يختبر، انما عمل اللي عايزه الكابتن احمد العجوز، وعرف ازاي يوظف لعيبته قدام مفاتيح اللعب ومهاره لعيبه نادي الزمالك اللي متواجدين والاوراق الهجوميه في المباراه النهارده. ومن اقل عدد من الهجمات سجل مره وخد ركله جزاء وضيع جون انطوي ركله الجزاء عشان تبقى النتيجه واحد دون مقابل. اماميه ملعوبه الى صلاح سليمان، صلاح انما يلعبها محمود متولي في الجنب الشمال، رمي التماس لنادي الزمالك حماده طلبة اللي كان بيلعب لفترات جنب فتح الله او صلاح سليمان في القلب، انما باك يمين بعد ما خرج عمر جابر وخرج احمد سمير قبله، غير الجبهه اليمين كلها الكابتن حلمي طولان. ورغم نزول احمد علي لم يتغير الواقع الهجومي كتير في ال 30 متر اللي قدام، انما قدام المنطقه بيحاول فيها محمد ابراهيم، يا ولد حلوه يعملها بوش رجله، رايح يقفل دفاعيا الناحيه الثانيه حمد محمود حمد في القلب لمحمد حمص، حمص يلعبها المتولي، ثلاث نقلات، اربع دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع، وادي التمريره الاماميه انما في تسلل على جون انطوي، عمل مجهود كبير جون انطوي وشاكس مع لعيبه نادي الزمالك على كرات ميته تماما، انما فاول لنادي الزمالك في الدقيقه الاخيره تقريبا او الثواني الاخيره من الوقت المحتسب بدل الضائع في مكان حلو قوي قدام مرمى محمد عواد لعيبه نادي الاسماعيلي، بيتكلم صالح موسى مع ابراهيم نور الدين، انما فاول من مكان مؤثر على مرمى النادي الاسماعيلي، هنشوف هيتعاملوا معاها ازاي. الثلاث مرات فتح الله هو اللي لعب الفاولات القريبه، مرتين كان شكلها كويس قريب من التهديف ومره بعيده تماما عن المرمى، انما فاول لنادي الزمالك ممكن تبقى لقطه النهايه، لقطه سعيده او الكره دي تنهي على امال الابيض تماما في لقاءه امام النادي الاسماعيلي. فاول مكان حلو قريبه، عايزه لعيب حريف والمهاره فيها اكتر من القوه من المكان ده. اتخبط جامد سامع عبد الفضيل، غايب شوقي السعيد اللعيب المهم معاهم مع بدايه الموسم اللي بيلعب في قلب الدفاع، ولعب مكانه عبد الفضيل جنب عبد الحميد سامي، عملوا لقاء وعرض اكتر من رائع. فاول لنادي الزمالك على مهلهم خالص، لان هم عارفين ان الوقت خلاص المباراه بتنتهي وهتكون دي اخر كوره الا لو ابراهيم نور الدين زود دقيقه ولا حاجه، انما فاول محمد ابراهيم نور السيد الزمالك في الثواني الاخيره، الاسماعيلي متقدم وفاول من مكان حلو، محمد ابراهيم خطيره يا ولد يا لعيب، خبطت وهي خارجه، مش ممكن مش ممكن اللي فاتت، انما برافو الحائط البشري واقفين كويس قوي للنادي الاسماعيلي، ومحمد عواد موقفهم وواقف ورا او في المكان الثاني بشكل طيب، انما لو اتعادت الكوره لطشت فيه الحائط البشري وطلعت، انما لو عدت على طول كانت هتبقى مشكله على محمد عواد. عرضيه من عبد الشافي يطلع الدفاع، لسه الزحمه موجوده، ينظف المنطقه جون انطوي ومعاها صفاره النهايه، مبروك للنادي الاسماعيلي ثلاث نقاط، تسع نقاط كامله، العلامه الكامله مع ثلاث اسابيع، هارد لك لنادي الزمالك. ارك تحياتي من على شاشه النايل سبورت، محمد عفيفي معلق المباراه، الى اللقاء في مباراه قادمه.